بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد والأهلي ينتخب. النهاردة هتكلم مع حضراتكم على ظاهرة مهمة جدا منذ بداية إنشاء النادي الأهلي في 1907 وحتى الآن، ودائما وأبدا بنتكلم لماذا الأهلي مختلف. قلنا منذ فكرة إنشاء النادي الأهلي وهي فكرة كانت مختلفة في إن إزاي تعمل كيان كبير، إزاي تعمل كيان يجمع شباب عندهم حماس وطني عشان يمارسوا الرياضة وفي البداية يواجهوا الاحتلال. وعلى مدار الأجيال ولا الأجيال توالت الإدارات على النادي الأهلي، نادي الأهلي ابتدى يحقق بطولات، ابتدى يحقق إنجازات، ابتدى يوصل لنادي القرن، ونادي القرن ده مش لقب سهل. فتحدثنا أن النادي الأهلي مختلف بسبب مجالس إدارته، النادي الأهلي مختلف بسبب القيم والمبادئ. النهاردة هتكلم على حاجة مهمة جدا في موضوع القيم والمبادئ، وهي أن حتى الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي هي من أكبر من تعظم موضوع القيم والمبادئ. مش موضوع كلام بيتقال وشعارات بنرددها وخلاص، مشاوير كثيرة 110 سنة النادي الأهلي والقيم والمبادئ حتى تعلمناها مش بس من رموزه ولكن من جمعيته العمومية. جمعيته العمومية على مدار السنوات كان ليها مفعول السحر، لأن عضو جمعية العمومية في النادي الأهلي مختلف. ليه مختلف؟ لأنه بيدور دايما على النجاح، محتاج دايما التطوير، دايما بيدور على التفوق والريادة، فعشان يوصل لهذا الأمر فهو مختلف، لذا فهو يستحق. لو لم يكن النادي الأهلي يصل إلى نادي القرن إلا بوجود أيضا جمعية عمومية لا ترضى بسوى بالريادة. نادي الأهلي عضو جمعيته العمومية غيره أنه بيدور على أن يكون في مكان كويس، دايما يقول لك وملف الرياضة، هتلاقي في تطور في كرة القدم وفي ريادة في كرة القدم، يقول لك طب والألعاب الأخرى، هتلاقي في تطور في الألعاب، تلاقيه بيقول لك على حاجة تانية. إذن هو دائما وأبدا يبحث عن التفوق في كل شيء، في كل الامتيازات. على مدار التاريخ منذ بداية نشأة النادي الأهلي وحتى الآن أيضا اتعلمنا من الجمعية العمومية للنادي الأهلي قيم ومبادئ كتير. هنعرض مع حضراتكم صورة في الثلاثينات، فيها إيه الصورة ديت؟ فيها حاجة تبين لك ليه عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي مختلف. صدقوني فعلا مختلف. لما تلاقوا حضراتكم أعضاء جمعية العمومية في النادي الأهلي في الثلاثينات واقفين، هم اللي بيخدموا وبيعملوا سيرفيس على مين؟ على عمال النادي، عمال والغفرة اللي داخل النادي. مين اللي بيعمل عليهم الخدمة؟ أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. ليه؟ عشان في مساواة، عشان في عدل، عشان عضو الجمعية في النادي الأهلي، نحن بنتكلم في الثلاثينات، بيمشي على القيم والمبادئ. عشان كده النادي الأهلي مختلف، عشان كده وانت جوه النادي الأهلي في 110 سنة انت حاسس بإحساس مختلف، عندك مناخ مختلف، عندك طريقة مختلفة، عندك أسلوب في الحديث مختلف. صعب جدا انك تخش جوه النادي الأهلي وتلاقي مهاترات، صعب جدا انك تخش النادي الأهلي وتلاقي انسياق عن الأخلاق، لأن هو ده النادي الأهلي، تحس بقيم وأخلاق وشياكة. الصورة اللي أنا جبتها لحضراتكم بتعبر ليه دور الجمعية العمومية في النادي الأهلي على مدار 110 سنة كان ليها دور كبير جدا وفعال، إن النادي الأهلي يبقى نادي القرن ونادي القيم والمبادئ اللي الناس التانية لازم تتعلم، لازم تتعلم من عضو الجمعية العمومية ليه وإزاي تبقى مختلف، وإزاي توصل لأعلى درجة في الدرجات، وهي إيه؟ لقب نادي القرن، النادي الأكثر تتويجا داخل القارة السمراء. النادي الأهلي 39 بطولة دوري، 36 بطولة كاس، على بطولات الكاف عندك 8 دولة أبطال أفريقيا، عندك 4 أبطال الكؤوس، عندك 20 بطولة إفريقية، جعبة تقيلة جدا في بطولات النادي الأهلي لأي حد عشان يقدر يشيلها. كان الله في عون مرارا وتكرارا. عضو مجلس الإدارة القادم ورئيس مجلس الإدارة القادم والمجلس القادم بأكمله في إنه يكمل في نفس المشوار. لأن عضو الجمعية العمومية ما بيرضاش بأي حاجة. عضو الجمعية العمومية مش بس عايز تفوق رياضي، مش بس عايز تفوق في الإنشاءات، ولكن دائما وأبدا يتطلع إلى الأفضل وإلى الأحسن، وإن شاء الله ربنا يولي من يصلح في الانتخابات القادمة، ويأتي للنادي الأهلي
وعضو جمعياته العموميه اللي تعلمنا منه قيم ومبادئ واخلاق ياتي الاصلح ودائما وابدا الاهلي فوق الجميع. اطلع مع حضراتكم لتقرير مهم جدا عن واحد من رؤساء النادي الاهلي صلاح الدين الدسوقي، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. على مدار 110 أعوام تولى رئاسة النادي الأهلي 14 رئيسا، نجح العديد من الرؤساء في كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات وتاريخ القلعة الحمراء، وواحد من هؤلاء الرؤساء هو صلاح الدين الدسوقي الذي تولى رئاسة النادي الأهلي لفترة تعتبر قليلة نسبيا، حيث تولى القلعة الحمراء خلال الفترة من 3 من ديسمبر عام 1962 إلى 15 من ديسمبر عام 1965. ويذكر لصلاح الدين أنه كان أول من تبنى فكرة المقر الجديد للأهلي في 28 من يونيو عام 1965، وبدأ في البحث عن مقر جديد للنادي الأهلي. فكر صلاح الدين في إنشاء فروع للنادي ومقار جديدة في أنحاء الجمهورية، حيث أصبح من المتعذر إضافة مساحات جديدة بسبب إحاطة النادي بالمباني العامة في مقره هذا بالجزيرة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. كان في ندوه للكابتن محمود خطيب وصورة النادي الاهلي، واحد من اكبر الاساطير في الكره المصريه وايضا الافريقيه، تحدث فيها عن العديد من الامور. نطلع ونشوف ماذا قال كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل كلام. شايف قناه النادي الاهلي؟ ايوه انا شايف قناه النادي الاهلي. انها تبقى قناه محترفه، انها تبقى قناه محترفه عشان يتفرج عليها ملايين الناس. انا عايزها تبقى افضل قناه رياضيه في مصر. يا جماعه موضوع القناه، الحقيقه لقيت برضه من فتره زمنيه كده رموزنا ما شاء الله، رموز الكره اللي قاعدين ورموز الالعاب الاخرى اللي قاعدين، اي رمز بيشير انه بيساند الخطيب بيتهاجم. انا مش عارف اهو بيتهاجم في النادي الاهلي، بيتهاجم في النادي الاهلي في قناه الاهلي. النادي الاهلي قناه الاهلي تقعد دلوقتي بقى شهرين ما تجيبليش جول وانا ما كنتش بلعب كوره ولا ايه؟ مش فاهم. يعني ممكن استلف، ممكن والله استلف من مصطفى يونس، ممكن يديله جولين من عنده يعني الله أعلم، أو كابتن زيزو مثلا. بس يا كابتن المهم يا جماعة، عشان كده الحقيقة لما شفت إنه في توجه من قناة الأهلي لطرف زي قناة الأهلي مش ضد الناس، ضد الأهلي، إحنا كلنا أهلي ولا إحنا مش أهلي؟ أتكلم على تاريخ عقود الرعاية، اللي إحنا برضو بننسى اللي فات، بننسى للأسف السنوات اللي فاتت. ارجع للكابتن صالح سنه 2000 كان حق عقد الرعايه كان 5 مليون جنيه، في بقى كسور وبتاع سامحوني، 5 مليون بقى 15 مليون بقى 31 مليون بقى 70 مليون بقى 152.9 مليون جنيه، يعني 161 تقريبا. ده اخر عقد رعايه لينا اللي احنا عملناه، وانا حزين والله العظيم ان انا بقول لينا بيجبرونا نقول احنا عملنا ايه؟ ليه كده؟ ليه احنا وصلنا لده؟ ليه كل واحد يقول انا عملت؟ محدش عمل، الاهلي اللي عمل، الاهلي هو اللي عمل ده، ولا انا عملت ولا صالح الله يرحمه ولا حسن، ربنا يديله الصحه. لا، اللي عمل الاهلي، اسم الاهلي هو اللي وصلنا بالرعايه بهذا الشكل. كمان موارد غير تقليديه. موارد غير تقليديه انك انت النهارده تتكلم على ايه
للأسف أصبحنا متهمين وأنا لا أعلم لماذا. صراحة في الفترة اللي فاتت ومنذ شرفي انضمامي لقناة النادي الأهلي، وصراحة اللي ينضم لقناة النادي الأهلي أو يعدي من قدام بوابة النادي الأهلي ده شرف كبير لأي أحد بيحب القلعة الحمراء. يعني منذ انضمامي لقناة النادي الأهلي وتشرفت بعمل برنامج اسمه ماتشات زمان. فكرة هذا العمل هو تجسيد تاريخ النادي الأهلي منذ 110 سنة وحتى الآن، نجيب أبرز اللقاءات، أبرز النجوم، حكايات الماتشات، حكايات النجوم، وبنسرد لحضراتكم أن لقب نادي القرن لم يأتي من فراغ، سواء على الصعيد المحلي، على سواء الصعيد الأفريقي، على كل الأصعدة، حتى في اللقاءات الودية اللي النادي الأهلي لعب ضد الأندية الشهيرة سواء في أوروبا أو في كل الفرق، وحتى كان النادي الأهلي له تجارب مع بعض الأندية البرازيلية في السبعينات. فمرارا وتكرارا يمكن من فضل الله تحدثت، يمكن أكثر واحد تحدث عن تاريخ كابتن الخطيب، وحتى تحدثت عن بطولة 80 اللي النادي الأهلي وصل للدور قبل النهائي وتم الانسحاب بسبب استشهاد الرئيس السادات، وتحدثت عن بطولة 82 والنادي الأهلي وتتويجه بهذا الأمر، وحتى كابتن الخطيب اعتقد ان من الناس القليله اللي جوه قناه النادي الاهلي تحدثت ان كابتن خطيب كان احق بفوزه بجائزه الكره الذهبيه افضل لاعب في القاره في هذا التوقيت، ولكن هو فاز بها في 83 على الرغم من النادي الاهلي لم يفز بهذه البطوله في اللقاء الاخير امام اشانتي كوتوكو، والهدف اللي كان من تسلل للحكم الجزائري حنظل، وتحدثنا مرارا وتكرارا. وحتى في بدايه هذا البرنامج الأهلي ينتخب تحدثت كثيرا لكابتن محمود الخطيب، وكنت أتشرف أني أضعه سيادته، وشرف لأي حد في يعني أن أنا أدعي كابتن محمود الخطيب وأتحاور معاه وأشوف برنامجه الانتخابي، وأنه يتحدث مع الجمعية العمومية عن برنامجه الانتخابي داخل هذا البرنامج، ولكن يبدو أن الأمر لم يصل إلى كابتن محمود الخطيب بالصورة الصحيحة. يبدو ان اللي بيوصل كلام الكابتن محمود الخطيب ما بيقولوش ان قناه النادي الاهلي وبرنامج ماتشات زمان بالاخص بيتحدث يمكن على ابرز فتره النادي الاهلي في الثمانينات والنجوم الكبار، والكل كان ياتي ليتحدث عن حتى التمرين جوه النادي الاهلي كان مختلف واقوى من الماتشات لان وجود نجوم كبار، كابتن محمود الخطيب، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن طاهر ابو زيد، المجري، كل كابتن محمود صالح، كابتن ربيع ياسين، كابتن حشيش، الكل 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 الكل، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل، كابتن شبيك، كل كبات النادي الاهلي تحدثنا كثيرا وكثيرا، ودايما كنا بنستمتع واحنا بنتحاور معاهم على مهارات الكابتن خطيب وازاي بيجيب هذه المهاره وازاي كان عامل في التاج، كلام كتير جدا كان بيبرز اسطوره كبيره جدا في كره القدم بهذا الشان وبهذا الحجم، ولكن يبدو ان الامر لا يصل الى كابتن خطيب بالشكل الامثل، يبدو ان الامر صراحه انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي احنا ما بنجيبش الكابتن خطيب، وانا منذ انضمامي لقناه النادي الاهلي يمكن اكثر لاعب تحدثت عليه في المهاره وفي كيفيه وعشان نجيبه نموذج لكل اللعيبه القادمين هو كابتن محمود الخطيب، وحتى في 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 في, في بدايه وجودي وايضا وجود كل الزملاء حتى في حواراتنا الجانبيه حتى في داخل استوديوهاتهم في الاستوديوهات التحليليه كلنا بنكن له كل الاحترام والتقدير لان موهبه كبيره جدا ورمز من رموز النادي الاهلي، واعتقد ان لم يتم التوجه سواء مني لعبد الله الفقير او من زملائي الى التوجه الى اي من رموز النادي الاهلي، واعتقد ان ايضا وجود الباشمهندس حضري القيعي والاستاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي ايضا في قناه النادي الاهلي هم بيتكلموا عن تاريخ النادي الاهلي وبيدعموا هذا الامر، فانا مش عارف الصراحه، يبدو ان الامر لا يصل الى الكابتن الخطيب بالشكل المطلوب، وعندنا فيديو حابين ان احنا نوريه لحضراتكم ونرجع ونكمل كلام. احلى كره في افريقيا، احلى كوره في مصر، رجعتنا لايام جميله.
كده بوش رجله وبعد كده خلاص اللعب اللي شافه الجمهور من احسن الوان جابها في حياتي 1907 لغايه دلوقتي بيت نجوم النادي الاهلي ماتشات زمان في الأوقات التالية على قناة الأهلي. تمرير خطير لعدي وماشي وبالزيادة جدك العدد بالعرض محمود الخطيب الكابتن الذي بكت الجماهير لرحيله. محمود الخطيب حلوه 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 محمود احد اساطير كره القدم في مصر واحد اهم كباتن الاهلي في تاريخه. حظي الخطيب بشعبية جارفة عندما كان لاعبا واستمرت تلك الشعبية حتى اعتزل والتحق بالعمل العام في مجلس إدارة النادي الأهلي. اعتزل الخطيب كرة القدم في 1 ديسمبر عام 1988 في مشهد محزن لجماهير الكرة في مصر بشكل عام والأهلي بشكل خاص، واللي طلبته بالعدول عن قراره والاستمرار لفترة أطول في الملاعب. بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي أنا تربيت عليها، بشكركم جميعا، ألف شكر ألف شكر. يعتز بيبو بكل من الأسطورة البرازيلية بيلي اللي شارك مع منتخب بلاده عام 58 و62 و66 و70 والأسباني دي ستيفانو، بالإضافة إلى نجوم العرب السعودي ماجد عبد الله والكويتي جاسم يعقوب. محمود الخطيب حلوة 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 الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده فيديو لكابتن محمود الخطيب، ده فيلر. الفيلر ده بيتعمل لكل نجوم النادي الاهلي عبر التاريخ، ولكن طبعا فيلر كابتن محمود الخطيب هيبقى مختلف بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، بطريقه السرد، بكل الامور اللي حضراتكم استمتعتوا بيها حتى في الدقائق الصغيرة اللي حضراتكم شاهدتوا فيها هذا الفيديو. يبدو ان الكابتن محمود خطيب لم يرى هذا الامر، يبدو ان كابتن محمود خطيب اللي وصل له الكلام خانوا التوفيق في انه وصل له ان قناة النادي الاهلي هذا الفرق بيذاع مرارا وتكرارا لكابتن محمود خطيب وكل نجوم النادي الاهلي في مدار 110 سنة، لان تاريخ النادي الاهلي كبير جدا جدا. ولكن طبعا فيديو كابتن محمود الخطيب مكتوب عليه كابتن بيبو الأسطورة الكبير، يعني في حتى تميز كبير جدا لكابتن محمود الخطيب لأنه موهبة لا تأتي كثيرا وأعتقد أن لن تأتي مرة أخرى. احنا برضو عايزين نتكلم على موضوع الحيادية، ومن حيادتنا هنا داخل قناة النادي الأهلي احنا دائما وأبدا بندعو قائمة كابتن محمود الخطيب أنه يأتي للحوار، يأتي إلى التحدث عن برنامجه الانتخابي، يأتي إلى التحدث عن كل شيء. واحنا زي ما قلت لحضراتكم هنا عندنا يوم الخميس اللي فات المهندس عبد القيع واستاذنا الاستاذ ابراهيم المنيسي كانوا بيتكلموا عن موضوع مهم جدا، نطلع نشوفه في هذا الفيديو ونرجع ونكمل كلامنا. كاريزمة الخطيب وحب الناس له، برضو خبرته جدا، لان هو تدرج برضو في المناصب، يعني مش جاي من بره خالص
يعني هي فعلا ميزه القائمه بتاعه محمود الخطيب. يعني هو مش بس محمود الخطيب، انا شايفه ان القائمه بتاعته فعلا هايله، ناس رياضيين وناس اداريين وناس عندهم مراكز دوليه. لو كانت تيتش موجود وفي الحياه لا يمكن كان فكر يرشح حد الى الخطيب، انه ده تكمله لحياته ولتربيته وكل المثل اللي كانت موجوده في النادي الاهلي موجوده في الخطيب. هو يعني هينحاز يمكن جزئيا او عاطفيا للاعب الكوره، لكن برضه هو هينحاز لمين الاصلح للنادي الاهلي في هذا الوقت، سواء كان لعيب كوره او مش لعيب، فبرضه كان هينتخب الخطيب. ربنا يوفقك ويقويك ويوفقك لصالح النادي الاهلي. يعني احنا بنحترم اي حد ينتمي للنادي الاهلي، فانا صراحه يعني حتى بتضايق لما حد بيشتم، لان هو برضو هو دلوقتي رئيس النادي وواجب احترامه. انا كلمني مصطفى فهمي عشان اروح اجتماع يوم 16 لتأييد محمود طارق، بس فطبعا احرجت جدا يعني عرفني بنفسه مش عارف ايه، وبعدين قال لي عايزينك تيجي 16 او اي حد من العيله يحضر ندوه المهندس محمود طاهر. قلت له للاسف انا مشجع بيه بقى يعني ما قدرتش. طبعا يعني اعتقد لما أعضاء الأهلي، جمهور الأهلي، الناس كلها تتكلم عن الأهلي وانتخابات الأهلي واختيارات الأهلي، فما أعتقدش يبقى كتير على بنات الكابتن مختار التتش إن يقولوا رأيهم في انتخابات نادي والدهم هو واحد من أهم الأعمدة التاريخية كرمز وكقيمة للنادي الأهلي. كمان اتكلموا عن الوضع الإعلامي في الأهلي، نشوفه. طيب على ما يجهز الفيديو ده يا باشمهندس، انطباعاتك. انطباعاتي ايه؟ هو احنا بالصدفه يعني لما نكون احنا اتكلمنا في حاجات ولا احنا دريانين خالص انهم مهتمين بالانتخابات يجوا ولاد الايقونه والرمز والرائد يتكلموا فيها بنفس المنطق ونفس اللغه ونفس الغيره والحماس ونفس القلب؟ ده بالصدفة ولا نتيجة ان احنا كلنا ثقافة واحدة طلعنا على كتالوج واحد؟ اللي بيقول انا صلحاوي، انا تتشاوي، انا اهلاوي بمبادئ النادي الاهلي، دي مش كلمة، دي بتعمل فيك حاجة، بتخليك ما تقولش يعني ما تفكرش وانت تتحدث، عمرك ما هتلاقي ناس بيحب النادي الاهلي. اهو كلم كل واحد على حدة من الناس اللي عملوا تاريخه، هتبص تلاقيهم بيتكلموا نفس اللغة بنفس المنطق بنفس يعني التوجه. هو ده مبادئ الأهلي يلي بتسأل على مبادئ الأهلي، وهذا اللي أصبحت خلاص إحنا عملنا اللي علينا بقى. نبهنا مسؤولية الجمعية العمومية يتحافظ على النادي بتاعها، هي تاخد القرار اللي هي عايزه، ما عندناش حاجة نقولها أكتر من كده. لكن المهابرة بقى والمقاوحة واللي قبليك يلقح واللي وراك يلقح، هم حرين في شأنهم. إحنا على رأي الكابتن الخطيب، ودي احنا بنقولها من زمان، حدش هيستدرجنا المعركة ها لمستوى، احنا الناس هنتصرف بسلوكنا وبأخلاقنا والثمن اللي بندفعه ان الناس تتجاوز في حقنا، طالما انه هجيب نتيجة لصالح الأهلي وما أبخسهم الثمن. زي ما حضراتكم شفتوا فيديو لبرنامج ملك وكتابه المهندس عادل القيعي، الاستاذ ابراهيم المنيسي، والتحدث والحوار وكلام كبير عن الكابتن محمود الخطيب، وكلام عن دعم ابناء الكابتن الراحل طبعا العظيم مختار التتش لكابتن محمود الخطيب. اذا قناه الاهلي حياديه، قناه الاهلي تعرض للكل، قناه الاهلي لا تكمم افواه، اي حد عايز يتكلم على الكابتن محمود الخطيب بيقدر يجي يتكلم زي ما هو عايز، وحضراتكم شفتوا، لان واحد من رموز النادي الاهلي، واحد من اكبر رموز النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ما ينفعش حد يتكلم عليه بشكل غير لائق في قناه النادي الاهلي او حتى بره قناه النادي الاهلي. وده يعني رد كان مهم جدا عشان برضو الجمهور يبقى واخد باله من هذا الامر. احنا نطلع عندنا ندوه
من الأستاذ إلهامي عجينة المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة. نطلع نشوفه وبعد كده نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار الأستاذ محمد ثابت فضل الله المرشح أيضا على منصب الريادة في برنامج الأهلي ينتخب. الناس اللي ترشحت خارج الأيمتين هم فرصة لعضو الجمعية العمومية انه يختار ما يشاء، يبقى عنده بديل لانه يختار ويبقى القرار قراره حتى لو احنا ما وفقناش، فانت صاحب قرار لان كان عندك الاختيار. لكن لو ما فيش الا الاثنين يبقى انت ما قدامكش الا انك يا تختار ده يا تختار ده. انما لو عندك ثالث واخترت واحد من الاثنين اي واحد فانت صاحب القرار، ما اتفرضش عليك القرار. ومن هنا جاء ترشيحنا في هذه الانتخابات. احنا الحقيقة عشان ما اطولش عليكم احنا لنا برنامج، البرنامج ده اعدناه وحسبناه كويس. الاهلي فريق كبير ونادي كبير وقلعة زي ما الاستاذ خالد قال تقترب من انها تكون جمهورية داخل الجمهورية، والحمد ربنا نحمد الله على انها جمهورية متألفة، وياريت الحكومة وخارجيا تبقى ناجحة كما نجح النادي الاهلي. لو مصر كلها نجحت كما نجحت القلعة الحمراء فانا اعتقد ان مصر هيبقى ظروفها احسن وهتبقى افضل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفنا اليوم الاستاذ محمد ثابت فضل الله المرشح على عضويه رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم، منورنا في قناه الفن الان. منورين بيكم ان شاء الله. ربنا يخليك. استاذ محمد، في البدايه حابين حضرتك تعرفنا بنفسك اكتر للجمعيه العموميه. ايوه. حضرتك خدت قرار جريء بدخولك في المعترك الانتخابي، بلاش اقول المعترك، المنافسه الانتخابيه في هذه الدوره. يا ريت حضرتك تعرفنا بنفسك الاول اكتر ثم نخش بقى في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد ثابت محمد عثمان فضل الله. اسم الشهرة محمد ثابت فضل الله. ليسانس اداب وحقوق. كنت مدير الدعايه بالجمعيه التعاونيه للبترول. المدام بتاعتي بكالوريوس التربيه الرياضيه. ليا كريم ليسانس حقوق مستشار في دبي. متزوج وعنده ولد وبنت. بنتي ريم مستشار وعندها ليسانس حقوق انجليزي. مستشاره في النيابة الإدارية، متزوجة عندها ولد، متزوجة من زميل أو أخ سعودي. طب حضرتك عضو في الجمعية العمومية النادي الأهلي من إمتى يا فندم؟ هتتخض سيادتك لو سمعت اللقب اللي هقوله. ما تتخضش قوي كده يا أستاذ فاروق. لا مش هتخض. خلاص. أعضاء النادي الأهلي كام؟ 156,400. نعم. عضوتي أنا كام؟ كام؟ 1000. خد بالك؟ 1000. 1886. 1686. ما كملناش 2000. نعم. يعني يبقى عايز بقى اكتر من كده ايه؟ يبقى انا في النادي الاهلي امتى؟ انا من الرعيل اللي هو حافظ على اخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي واللي ورثها لاولاده والاحفاد. حضرتك دخلت الترشح انتخابات الترشح على الرئاسه دي هتعتبر المره الثالثه. المره الثالثه هقول لسيادتك. اول مره كانت امتى يا فندم؟ مع الكابتن صالح سليم. سنه كام؟ 2000. سنه 2000. سنه 2000. ليه بقى سيادتك كمان؟ كان مين بقى اللي معانا؟ نعم. كابتن صالح سليم الله يرحمه، حسن مصطفى، احمد فراج، مختار حسين. نعم. اظن دول بقى يعني عشان تخش في الصيغ عمليه رهيبه جدا يعني. طبعا. ايه اللي خلاني دخلت الانتخابات بتاعت النادي الاهلي؟ ايام الكابتن صالح سليم. انا كنت رئيس جمعيه الاسكان الجمعيه التعاونيه للبترول. نعم. وعملت مشروع
اللي هو في جنب نادي التوفيقيه اللي موجود عند جامع المحروس. نعم. المشروع ده عباره عن ايه؟ 8 عمارات 800 شقه 250 محل. ده اللي شجعني ان انا اخش على اساس ان اعمل انشاءات في النادي الاهلي. اول من نادى في الانشاءات في النادي الاهلي ايام صالح سليم انا. ده في بدايه الالفينات. في الالفين؟ نعم. يعني اول من انشاءات. نعم. ما كانش يعني صالح سليم. طب حضرتك كنت شايف ايه من الانشاءات عايز تضيفه؟ لا ده حاجات كتيره كانت في النادي الاهلي مش يعني مش موجوده. نعم. يعني بقى لا انا موجود معايا الحاجات اللي انا عملتها بالنسبه للنادي الاهلي في مدينه نصر وفي في في الجزيره. نعم. عشان كده اتقدمت. يعني الناس كلها بتقول طب لا ده انا متقدم عندي برنامج، البرنامج بتاعي انا حطيته. كل التطور اللي سيادتك شايفه في النادي الاهلي ما بنكرش ان اللي جه اللي مسك بعد كده المجموعه كلها طورت. نعم. يعني اللي موجود حتى دلوقتي متطور بس الاساس فين؟ نعم. الاساس بالفعل انا. يعني انت حضرتك يعني الأساس. وصلت مثلا للراحل صالح سليم كابتن صالح سليم ان عندك فكر للانشاءات؟ ايوه اول ما انا بقول اول سيادتك اول من دخل مع في انتخابات النادي الاهلي بالانشاءات انا. يعني حضرتك دخلت الانتخابات ولكن هل وصلت ده لمجلس اداره النادي الاهلي؟ انا نشرته ما منشور في الجرايد. نعم. وبعدين سيادتك اول من عمل جريده في النادي الاهلي. اول من عمل جريده للنادي الاهلي انا. نعم. كان سنه كام يا فندم؟ هو مش فاكر بالظبط بس ايام كان ايام ما كان طلعت عبد الحميد الله يرحمه لان انا زميل دراسه طلعت يعني. نعم. كان امين صندوق وامين شعير كان موجود وكمال حافظ كان موجود وعبد المجيد نعمان. نعم. قدمت لهم الماكيت بتاع المجله قلت لهم اتفضلوا عليه. عبد المجيد نعمان النائب العام السابق؟ مين؟ عبد المجيد نعمان حضرتك؟ لا عبد المجيد لا مش عبد المجيد. نعم. امين نعمان هو الصحفي. نعم الصحفي. صحفي كان مشهور ومعروف عبد المجيد نعمان يمكن. نعم. انت معلش ما انا صغير شويه في السن معلش اشتغلت معاه؟ لا يا فندم لا ما انت ده الجماعه الاولد احنا بقى نعم. اللي عليك من الرواد طبعا حاجه جميله. الحاجات دي ده اللي شجعني ان انا اخش الايه الانتخابات. اول مره دخلت مع صالح طبعا انت عارف صالح بقى يعني ما اقدرش اتكلم فيه. وبعدين جه حسن حمدي بعديها. نعم. فوت انا ان ما كانش بقى عندي حاجه كنت بتكلم على اساس ايه الانشاءات على اساس يكون في قاعات افراح ويكون في محلات تجاريه في كلها موجوده فين في مدينه نصر. حضرتك دلوقتي خدت قرار النزول في انتخابات هذه الدوره في 2017 ايه اهم سبب خلى حضرتك تاخد هذا القرار؟ اقول لسيادتك حاجه ال النادي الاهلي بيتكلم على مشروعات. بيتكلم على مشروعات. نعم. المشروعات دي عايزه ايه؟ عايزه فلوس. عايزه تمويل. اي حاجه عايزه تمويل. نعم. انا جاي فوتت المعامليه بتاعت الاستاذ او المهندس محمود طاهر. نعم. ومع ابراهيم معلم. الدوره اللي فاتت. الالقاب يعني. نعم. مع لان ما كانش عندي حاجه. هو اللي بتكلم في اللي هي العمليه بتاعه الافراح وبتاعه الايه المحلات التجاريه. المره دي بقى فكرت تفكير تاني خالص. يعني ايه هو يا فندم؟ هقول لسيادتك انا اول ما التفكير بتاعي ان انا اخرج النادي الاهلي موجود في العمليه بتاعته الالعاب الرياضيه كلها. بس انا قلت فلسفه تانيه بقى خاصه بايه؟ في حاجه اسمها تثقيفيه رياضيه. يبقى ايه؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني سيادتك اجيب كل الالعاب اللي موجوده على مستوى العالم تكون موجوده في قناه النادي الاهلي. بحيث مين اللي يدرسها ومين اللي يعملها؟ المتخصصين الرياضيين هم خريجي الكليات المتخصصه. المتخصصين اكتر طبعا. نعم. بحيث ان ايه؟ ان اي حد النهارده اهلاوي وطبعا تعرف المجموعه الاهلاويه ما شاء الله يعني مكتسحه مصر كلها. فلما بتيجي المجموعه دهين وما عندهاش فكره عن بعض الالعاب والقوانين حتى اقول مثالتك مثل بسيط الكوره. الكوره عندنا هنا في ناس متعصبين جدا كل ما تتكلم في حاجه. انما لما اجيب واحد خبير يشرح لي ايه هي الكوره ايه هي الموجود في الكوره اقل من دي هتشيل عندي تعصب كتير. ده معظم انت سيادتك تعرف مساحه الملعب قد ايه؟ اه طبعا
في ناس ما تعرفش ومعظم الناس ما تعرفش. انا اعرف كل حاجه عن كره القدم. انت تعرف سالات ما شاء الله يعني تاتش وود يعني. انما انا بتكلم على اساس مش كل الناس اللي موجوده. طب ما ده يا فندم بيتم تداوله في كل الاستوديوهات التحليليه. فين؟ في كل القنوات، وهنا قناه النادي الاهلي احنا بنعمل استاد الاهلي على اعلى مستوى. قول لسيادتك في لعبه اسمها الزومبا، ايه هي؟ الزومبا؟ اه دي بتتلعب في الجيم يا فندم، بتتلعب في صالات الرياضه، في صالات الجيم. انا ما اعرفش. معظم سيادتك خبير فيها مش مشكله. لا انا مش خبير فيها بس انا اعلم عنها. تعلم لكن تعرف ايه هي؟ لعبتها ايه؟ ايه ادواتها؟ ما تعرفش. انا اللي طالبه بقى ان الناس النادي الاهلي يكون خبير في كل حاجه. نعم. بحيث ان انا اقعد. طب هقول لسيادتك كمان مثل بسيط. الباسكت بول ادي في ايدينا. سيادتك بص الحكم يعمل كده ويعمل كده، ايه الاشراط؟ ما احنا هنا يا فندم عندنا ملوك الصالات وكابتن هيثم سعيد واحد من نجوم السله. ما بتشرحش. بيشرح كل حاجه. ما بتشرحش التفاصيل. نقعد نتعلم منه انا بشرح. انا بشوف. مفيش تفاصيل. ازاي يا فندم؟ طب هقول بيقول لك الكره حجمها قد ايه؟ يقول لك تعرف الكوره حجمها قد ايه؟ انهي كوره فيهم؟ كوره الباسكت بول. اه بتبقى اكبر شويه. مش اكبر، لا لازم تقول لي حجمها قد كده. في المساله يعني ده اللي انا عايزه بالنسبه للناس. بالنسبه للجمعيه العموميه في النادي الاهلي، حضرتك شايف ان توصيل الالعاب وشرح الالعاب ده من اهم الحاجات اللي حضرتك حاططها في برنامجك الانتخابي؟ ايوه. طيب ده اللي انا طالب بحس ان ده بقوله ليه انا سيادتك؟ بقوله ليه؟ كارضيه للي هيجي اللي هقوله بعد كده. نعم. يعني سيادتك انا عايز كل الالعاب اللي موجوده في العالم كله تكون موجوده في النادي الاهلي. بحيث الراجل العضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي او المشجع للنادي الاهلي يبقى عارف الحكايه دي. يتكلم في كل حاجه بحيث يقعد في اي مجال او اي وسط يبقى عارف. ودي بتخلي حتى العلاقه التعصب مش موجوده. يعني مثل بسيط الجوله سيادتك الجوله مش موجوده؟ العاب القوى يا فندم. لا انا بتكلم عن الجله بالذات او الرمح. نعم. ما هي دي كلها في العاب قوه. العاب قوه. بس مين بيشرحها؟ طب ما يا فندم ده وارد ان احنا نعمل بعض الدورات التثقيفيه. طب ما ده اللي بقوله. ليه سيادتك بتأجل على كلامي. طبعا. بتأكد على كلامي. النهارده عندنا وجه بحري وجه قبلي. امكانيات اي شاب هناك ايه؟ مش كبيره. فلما سيادتك تجيب له الرمح وتقول له الرمح ده مسافته قد كده ووزنه قد كده، هيعمله في حته خشبه ويتمرن عليها. بحيث مع الايام او جله نفس الحكايه، بحيث مع الايام يتمرن عليها وممكن بقى نلاقي بقى نعرف سيادتك في الاولمبياد والحاجات دي الميداليات الفضيه والذهبيه مين اللي بياخدها؟ مش الالعاب الفرديه؟ دي انا بشجع الناس فيها. يعني انت حضرتك حاطط جوه ملفك ان مثلا زياده الـ 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 التركيز على الالعاب الفرديه. كل الالعاب مش فرديه بس، كل الالعاب اللي اتخلقت على وجه البسيطه انا طالبها في النادي الاهلي. طب انت حضرتك مش شايف ان داخل النادي الاهلي سواء الان او سواء سابقا في عدد لا باس به من الالعاب الفرديه وبيتم ان هم بيحققوا انجازات؟ مفيش. بس سيادتك في ملاكمه في النادي الاهلي؟ لا. ليه؟ هي لعبه الملاكمه مش موجوده داخل النادي الاهلي. في مصارعه في النادي الاهلي؟ لا مفيش مصارعه، بس هم هيدخلوا الجودو. يا سيدي لا، في فرق بين الجودو وبين المصارعه. ايوه في برضه. انا عندي فكره برضه يا استاذ فاروق، انا عندي فكره. ما احنا عارفين ان حضرتك عندك فكره، بس احنا بنقول لحضرتك ان في رياضات اخرى موجوده. حتى لا انا بس دلوقتي بقول عبر تاريخ النادي الاهلي. انا بقول النادي، بقول النادي الاهلي ان احنا بنقول ايه النادي الاهلي. يعني ما بتكلمش على نادي، بتكلم على النادي الاهلي. لازم النادي الاهلي ده يكون قدوه في كل حاجه. طيب يا فندم حضرتك هتجيب التمويل لكل هذه الالعاب من انهي موارد؟ ايه الموارد اللي حضرتك فيها؟ انا هقول لك بقى يا سيدي. الجمهور النادي الاهلي قد ايه؟ لا كتير جدا. ملايين. احنا عندنا مصر كلها كام واحد في مصر؟ حوالي 1.1 مليون تقريبا. لا هو فوق ال 110 مليون، فوق 104 مليون. ده تقريبا مليون. يعني برضه احنا بنقول حاجه تقريبيه. تقريبيه. يعني تقريبا. كم منهم اهلاوي؟ حضرتك بتسالني وجهه نظري؟ تقريبا. ولا وجهه نظر حضرتك؟ لا قول لي وانا اقول لك. انا بالنسبه لي انا حاجه 95 مليون. 95 مليون. ماشي كويس؟ يعني في 95 مليون بيحبوا النادي الاهلي. نحسبها مع بعض. ال 95 مليون في منهم بيعشق اي نادي اهلي كام واحد؟ كلهم يا فندم. خلاص؟ انا بقى مش هاخد ال 95. انا هاخد 70 بس.
70، ال70 دول هم اللي بيحبوا النادي الاهلي. انما اللي بيعشق النادي الاهلي كم واحد؟ اللي هو تقول له فلان يقول لك اهلي، عايز حق الاهلي 40 و40 مليون. لما اجي انا في قناه النادي الاهلي وتشفرها وتبقى خاصه بس بالالعاب اللي قلت لسيادتك عليها، انت حضرتك تدعو الى تشفير القناه طبعا، ما تبقاش مفتوحه للكل، لا اي واحد اهلاوي عبر العالم انه يقدر ان هو، لا ما انا هقول لك سيادتك مع احترامي، او انا ماتشات الكوره والحاجات دي ليها ايه موجوده في القنوات، انما انا عايز اشفرها ليه؟ بحيث تبقى قناه تعليميه تثقيفيه لجمهور والاعضاء الايه النادي الاهلي. طب حضرتك في ملف اخر داخل ملفاتك حضرتك عايز تبرزه للجمعيه العموميه؟ ما انا بخلص الحته دي ولا أنا خلاص دي وصلنا لها خلاص؟ مين؟ وصلنا ان حضرتك عايز تشفر القناه عشان تبتدي تاخد جانب ربح منها. ده انا ربح مش سهل. سيادتك الربح ربح يعني يمكن اتفضل يا فندم اتفضل كمل. بقول لسيادتك انا دلوقتي النهارده بنقول 40 مليون 40 مليون بيعشقوا النادي الاهلي. لو اتشفرت واديتهم الايه؟ الجهاز وطلبت من كل واحد منهم كل سنه 360 جنيه. يبقى الحصيله كام كلها؟ 14 مليار و400 مليون جنيه. حصيله النادي الاهلي كل سنه 14 مليار و400 مليون جنيه. انا في تفكيري في انساتك عضو نادي الاهلي بقالك مده بتخدم النادي الاهلي وبتدفع مصاريف كتيره وتشجع النادي الاهلي ودفعت كتير قوي، لا اقل ان انا اديك قرش اديك حاجه من المكسب اللي انا باخده. فانا قلت اي عضو في النادي الاهلي لما يجي يجرد الكارنيه بتاعه هدي له فوق الكارنيه بتاعه 30,000 جنيه، بحيث ان انا ايه المبلغ بتاع النادي الاهلي اللي هو ال 14 هوزره الى 9 على اساس ان ايه حد الاعضاء كل واحد ال 30,000. طيب استاذ محمد، هل حضرتك شايف قرار دخولك على مقعد الرئيس قرار جريء؟ يعني سيادتك معلش مع احترامي هقول لسيادتك حته بسيطه جدا واسف يعني في الكلام اذا كنت هقوله. هل محمود الخطيب مع احترامي محمود الخطيب ومحمود طاهر في السوق لصالح سليم؟ والله يا فندم مش انا اللي ارد. ما انا بقول لسيادتك اهو. لا يعني مع احترامي ليه؟ انا بقول احترامي ليهم. لان احنا هنا بنحترم كل الرموز مش انا اللي انا بقول انا صالح سليم يعني ما تقدرش حد يتكلم. فلما انزل ضد صالح سليم لا اقل انا يعني اقل ما فيها هساوي صالح سليم والاستاذ محمود طاهر الكابتن محمود هساويهم بصالح سليم. سواء عامة يا فندم الكل يعني في اداره النادي الاهلي بياخذوا قيم وطريقه واسلوب الكابتن الراحل طبعا المايسترو صالح سليم وبيمشوا على نفس المنهج. انا بقى من الرعيل اللي ايه؟ اللي حافظ على الاخلاقيات المبادئ اللي كان بيكلمها صالح سليم وقبل صالح سليم لان قلت رقم العضويه بتاعتي. اشتراك العضويه بتاعتي ما حدش يقدر يتكلم فيها. طب فندم عايز كلمه من حضرتك للجمعيه العموميه. لا بس بكمل في مشروعي في المشروع بتاعي. طب يا فندم اتفضل. في سيادتك انا كمان بتكلم على اساس ايه؟ في عندي مدينه نصر على شارع النصر عايز اعمل محلات تجاريه. وعايز اعمل اربع قاعات افراح للايه؟ للمجموعه اللي هي في نادي في مدينه نصر. ليه؟ للاعضاء، كل ده فايده للاعضاء، وبعدين عايز اعمل لهم جراج تحت الارض. جراج تحت الارض. لان انت رحت المنطقه هناك تلاقي عمليه يعني مش ما تقدرش تركب حتى تقف بنفسك مش بعربيه بس. فدي اللي ايه موجوده والبرنامج بتاعي بيشير اليها. بحيث ان هتدخل فلوس وفي الوقت نفسه المشروع الثاني اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الاشتراكات دي هيدخل فلوس من الاهلي. طيب النهارده لما يجي حسيتك عايز تنفذ اي مشروع. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، ان حضرتك عندك افكار. أيه. لماذا لم تتواصل مع مجالس اداره النادي الاهلي طوال هذه الفتره في توصيل افكارك ومشروعاتك؟ ما انا بقول لك اوصلها مع مين؟ اوصلها مع مين؟ يعني ما فيش حوار شخصي يا فندم ما بينك وما بينهم، حضرتك عضو جمعيه عموميه ولو حضرتك عايز تقابلهم هتقابلهم. انا انا انا, أنا, أنا الحاجه اللي انا بقول لك حاجه، انا ما فكرت في دخول كل الانتخابات دي الاول ما فكرتش فيها الفتره بتاعت مريم معلم ومحمود طاهر ما فكرتش. انا ما فكرت في دي لما فكرت في دي وقالها تخش يعني مش مستني احط اقول له فين خد اشتغل. انا بقول دلوقتي انا معروض اهو
انا بعرضه على حضرتك ياخدوه. ما انا بتكلم ان حضرتك بتقول ان دي ثالث مره ادخل فيها سباق الانتخابي. أيوه. فلماذا لم يتم منذ عام 2000 انك يتم التواصل ما بين حضرتك، حضرتك واحد من الرواد وبتفخر ان حضرتك وجودك من الرواد، يتم التواصل ما بينك وبين مجلس اداره النادي الاهلي وتوصيل كل انا بقول لسيادتك انا التفكير الاخير يعني جه على جه يعني مده قريبه. يعني اول ما قالوا انتخابات عملت يعني تفكير. لما فكرت لقيت الحسابات اللي بعملها بتدخل مليارات، لما بتدخل مليارات للنادي الاهلي حاجه تفرح. هل الاسره دعمت حضرتك في هذا القرار؟ مين؟ هل اسره سيادتك دعمت حضرتك في هذا القرار؟ سيادتك كلهم مستشارين يعني ما هماش يعني. وبعدين هل بتصور سيادتك مثلا ان زوجتها هتقول لي لا انا ضدك ولا ابني ضدك؟ انا مش قصدي ان هي ضد يا فندم، انا بتكلم ان هم عندهم نفس الحماسه اللي عند حضرتك. طبعا يعني دي حاجه لوجيك مش محتاجه ان سيادتك حتى تسالني فيها. لا يعني الاسره تحت يعني هل هيجي ابني مثلا كراجل مستشار يقول لي والله لا؟ طب حضرتك شايف ان تواصل وسائل الاعلام مع سيادتك لتوصيل برنامجك، هل تم التواصل اعلاميا مع سيادتك؟ للاسف الشديد للاسف الشديد قرارات النادي الاهلي كنت اتوقع او يعني كنت اتمنى ان قناه الاهلي تبقى اول قناه تيجي تقعد معايا. الكلام اللي سيادتك بتقول تيجي تقعد معايا قناه النادي الاهلي. احنا يا فندم عرضنا لحضرتك ندوتين شفتهمش انا شفت التلفزيون. لا يا فندم انا امبارح سيادتك امبارح حتى الاخ احنا عرضنا ندوتين لسيادتك من اول بدايه البرنامج واحنا عرضنا لحضرتك امبارح. بص يا فندم كده، طب بص كده يا فندم، ادي لقطه من ندوت سيادتك هيك وعرضت في قناه النادي الاهلي. امتى يا فندم؟ امبارح. انا بخلي امبارح يا فندم. انت ميعاد ندوات حضرتك كانت امتى؟ انا او يوم الخميس. ايوه تم عرضها. ها تم عرضها امتى؟ تم عرضها في نفس اليوم فندم او تاني يوم. لا كل الندوات مش متاكد. لا انا متاكد لان انا فندم انا اللي بقدم البرنامج اول يوم او تاني يوم. انا اللي بقدم البرنامج يا فندم، فانا عارف انا بقول ايه. كل ندوات كل مرشحي عضو مجلس الاداره رئاسه مجلس الاداره كل المرشحين داخل انتخابات النادي الاهلي بيتم عرضها. فندوات حضرتك تم عرضها تماما، وشفنا سيدة حرم حضرتك اتعرضت امتى يا فندم؟ وشفنا السيدة حرم حضرتك وهي موجودة في الندوة وبعض من الصحفيين. مش حرم حضرتك، دي أخت حضرتك. دي أخت حضرتك كانت موجودة وبعض من السادة الصحفيين، ودول كانوا من عندنا هنا. طب سيادتك أنا معاك. أنا دلوقتي لما بخش الانتخابات بخش بفكرة، فبحاول لسيادتك حاجة بقى. أنا هخش انتخابات رئاسة الجمهورية لأن عندي فكرة أو عندي أفكار موجودة تخليني أقول إن أنا ممكن أترشح. والله يا فندم الدستور بيدي لك الحق. ما أنا بقول لسيادتك أنا بعلنها أهو دلوقتي أهو قدام سيادتك وأعلنتها قبل كده، بقول قدام سيادتك أنا هترشح رئاسة الجمهورية لأن عندي أفكار. وبعدين أنا سيادتك ما بخافش من حاجة. أنا ما بخافش من حاجة على أساس إن عندي الشجاعة إن ما دام عندي أفكار فهقدمها، هقدمها على الترابيزة. اتاخد بيها ما اتاخدش بيها دي مساله يعني. وبعدين انا مع احترامي انا بعتبر نفسي نقطه مش في بحر، في محيط، نقطه في المحيط السيسي. طب مع احترامي للراجل لان الراجل ده نحطه على دماغه. استاذ محمد ثابت فضل الله شرفتنا وطبعا تفضلنا بوجود حضرتك. الله يكرمك وجود حضرتك معانا هنا في قناه النادي الاهلي. دي كانت فقرتنا الأولى مع المرشح على مقعد الرئاسة الأستاذ محمد ثابت فضل الله. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الأستاذ أو المشمهندس محمد يحيى المرشح على عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفنا المهندس محمد يحيى المرشح على عضويه مجلس اداره النادي الاهلي مع قائمه المهندس محمود طاهر. مساء الخير يا فندم منورنا. نبتدي بس بنعزي اهالينا في قريه الروضه على الحادث الاليم اللي حصل بالامس، ويا رب يا رب يكون اخر حادث اليم في حياتنا ان شاء الله، وانطهر المنطقه دي كلها من الارهاب ونعيش في سلام بقى باذن الله. بس مصر قادره على العوده فندم. طبعا مصر هتفضل مصر ان شاء الله باذن الله. باشمهندس محمد يحيى، حضرتك يعني اسم حضرتك مقترن من قبل حتى ترشح الى مجلس اداره النادي الاهلي، كنت حضرتك متولي ملف الانشاءات. عايز اعرف من سيادتك ايه ابرز ملامح ملف الانشاءات في سواء مع المهندس محمود طاهر قبل الترشح، وما هو بقى الجديد في
جعبة المهندس محمد يحيى في إنشاءات للنادي الأهلي. اللي عايز أقوله في موضوع الإنشاءات ده بالذات، يعني ناس كده تتكلمني تقول لي الإنشاءات وانت عملت وسويت، لا أنا ما عملتش، أنا كنت واحد من ضمن الفريق اللي اشتغل في الإنشاءات. فريق الإنشاءات دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجلس إدارة الأول. نعم. لأن هو مجلس إدارة اللي بيحط الخطة الإنشائية اللي هو اقترحها قبل ما ينتخب وبيبتدي يطبقها أو يحققها للأعضاء بعد ما ينتخب. فدي خطة إنشائية محطوطة، بيجي بعد الخطة الإنشائية ديت بيبتدي هو برضو مجلس إدارة الأول بيعرف من سواء الاستشاري الهندسي أو سواء الاستشاري العام بتاع النادي الأهلي كل منشأ أو كل مشروع هو بيقترحه بيتكلف كام تقريبا، اللي بنسميها احنا التكلفة المبدئية أو الدراسة المبدئية للمشروع. من هنا هو بقى يبتدي يعمل ايه بقى؟ يبتدي يطور او يبتدي بقى يمسك المشاريع دي كلها ويبتدي يعمل اولوياته، اولويات طبقا لمتطلبات الاعضاء واولويات طبقا للكاش فلو اللي عنده او الفلوس اللي عنده يعني. فده اول فريق بيشتغل في الموضوع ده. تاني فريق هي الادارات التنفيذيه كلها. الادارات التنفيذيه عباره عن ايه؟ الاداره الهندسيه، اداره المشتريات اللي هي بتبتدي تطرح المشروع، اداره الاداره الماليه واداره الشؤون القانونيه، الإدارة المراجعة لما يبتدي بقى الراجل المقاول يشتغل ويطلع مستخلصات يبتدي بقى في دور لإدارة المراجعة بتراجع على المستخلصات بتاعته، والإدارة المالية اللي هي بتطلع الشيكات طبعا، في اللي بيرقص الكلام ده كله هو مدير التنفيذي. يبقى احنا جزء من الفريق ده. لما جه الباشمهندس محمود طاهر بدأ الخطة الإنشائية بتاعته طبعا واجهته صعوبات كتيرة جدا. هو ابتداها امتى؟ او يعني اول يوم اتعين فيه على طول راح مكلمني وتعالى اقعد معايا بعد انتخابه. بعد انتخابه يعني الدوره الماضيه. الدوره الماضيه. نعم. حتى الحاجه الوحيده اللي استغربتها جدا في الموضوع انه قعدني مع المدير الهندسي، مدير اداره هندسيه اللي قعد فتره كبيره جدا مع المجالس السابقه. نعم. فبقول له يعني احنا، قال لي هو ده اللي هيشتغل، احنا ما بنمشيش حد، احنا اللي هيثبت نفسه هيكمل، اللي مش هيثبت نفسه هيمشي. هو يعني مجالس الاداره بتسلم بعضها يعني. يعني هو ما جاش في باله ان هو يجي بقى ايه خلاص انا مجلس جديد، لا اطير كل اللي حواليا وابتدي اجيب الناس بتوعي، ما حصلش الكلام ده خالص. يعني كان مدير اداره هندسيه هو اللي موجود وهو اللي ابتدي يتعامل معانا، بس هو بعد فتره الراجل يعني اثر السلامه وقدم استقالته واتعين مدير اداره هندسيه بعديه اللي هو الباشمهندس اسماعيل مصطفى، وراجل تعب جدا في الاداره الهندسيه دي كلها. عايز اقول لك بقى على الفريق بقى نفسه بقى، مثلا يعني مثلا انت عندك واحد في الفريق استاذ كامل زاهر. نعم. استاذ كامل زاهر ده بقى كان يعني معظم الانشاءات اللي اتعملت دي عايز اقوله ايه؟ نقوله امين الصندوق. امين الصندوق ده كان رمانه الميزان، ازاي يحرك الفلوس. الاستاذ عماد وحيد في التسويق، استاذ عماد وحيد انقذنا اول ما بدانا انشاءات ما كانش فيه فلوس خالص. انقذنا بفكره صغيره خالص، فكره ان هو قال بنك مصر ده هحوله من جوه النادي على السور بتاع النادي، خدنا جزء من صاله راتب. نعم. اللي احنا جددناها واديناها لبنك مصر. نعم. دي راحت جايبه للنادي يعني تقريبا العقد كان اظن بحاجه 55 مليون، بس كان شرط المزايده ديت ان هم يدفعوا 45 مليون جنيه كاش. نعم. فدي جابت لهم فلوس بسرعه يقدروا يشتغلوا بيها، يقدروا يشتغلوا والفلوس تجيب فلوس. ففي افكار انشائيه وافكار ماليه وافكار تسويقيه، ده كان من اول يوم. فهو الباشمهندس محمود طاهر اعتمد انه لازم يرتب البيت ده كله بالكامل من الاول. يعني قعد يرتب الاول كل البيت ده علشان لما يبتدي ينطلق في الانشاءات ينطلق. وخلي بالك احنا قعدنا نرتب في البيت ده، احنا بدانا اول انشاءات اظن يمكن شهر 8 او 9 2014. كان ايه اول مشروع يا فندم؟ اول كان عندنا اهم مشروعين، اهم مشروعين كبار الاول اللي هو الشيخ زايد. نعم. والمبنى الاداري بتاع السكواش. نعم. وكان يعني برضه في نفس الوقت سكواش الجزيرة. نعم. الجزيرة، في الجزيرة. وكان في نفس الوقت بقى برضه مشاريع سريعة جدا اللي هي الحمامات بتاعة النادي. نعم. لأنها كانت وصلت لحالة كانت سيئة جدا. لكل الأفرع ولا بعض الأفرع؟ لا لكل اللي هم كان ما فيش، ما أنت عندك الجزيرة و أهلي الجزيرة ومدينة نصر بس هم. نعم. دول اللي موجودين يعني. فالحمامات تاني حاجة، أوض اللبس برضه. نعم. يعني كل ده انت بتشتغل المشروعين الاساسيين بتوعك اللي هم الشيخ زايد، مبنى الاداري والسكواش اللي في الجزيره، واللي في الجزيره، وفي نفس الوقت لازم تشتغل على الحمامات
على الشمس الشمسية والكرسي ده لازم مهم جدا، على حدائق الأطفال، احنا استلمنا حدائق الأطفال كان وضعها سيء، الأرض كلها رملة، كل الألعاب معمولة من الخشب، مسامير طالعة، أنا كنت مستغرب إزاي سايبين الكلام ده حتى تتصين على الأقل، لأن ممكن كل المسامير دي بتعور الأطفال الصغيرين دول. فكان برضو من المشروعين الكبار اللي احنا نعملهم حديقة الأطفال في الجزيرة وحديقة الأطفال في مدينة مصر. دي كانت المشاريع اللي هي الأساسية اللي احنا بنشتغل فيها في الأول. الشيخ زايد طبعا مهمة جدا، لأن هما طبعا بفكرهم التسويقي وفكرهم الإداري إن هي دي اللي هتجيب الفلوس، وده كان حقيقي. يعني فاكر إن احنا بدأنا في الشيخ زايد جت فلوس كتيرة جدا يعني. طب أستاذ محمد، هذا المجلس دايما في أقاويل بتزعم أو بتتحدث عن إن مجلس السابق، هتكلم بقى لما مجلس اداره المهندس محمود طاهر خلاص يعني اوشك على الانتخابات، هو طبعا هو حالي، ولكن هذا المجلس منذ تم انتخابه وهو فقط قام بالطلاء، هل هذا صحيح؟ بص، اللي انا عايز اقوله في حته الانجازات ديت، الانجازات دي موجوده في النادي الاهلي من 1907. مفيش حد جه قال في يوم من الايام ان انا اللي عملت النادي الاهلي. يعني انت حضرتك لا تنسب اي انجاز لاشخاص معين. مجلس بيسلم مجلس بيسلم مجلس بيسلم مجلس بيسلم مجلس لحد النهارده. طيب ليه 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 الناس بتقول لك المهندس محمود طاهر انا نفسي هات لي برنامج واحد المهندس محمود طاهر او مجلس اداره المهندس محمود طاهر قال ان هو اللي عمل النادي الاهلي. انا ما سمعتهاش، انا معاهم دلوقتي بقالي 4 سنين ما سمعتهاش. لكن مجلس المهندس محمود طاهر عمل انجازات ضخمه جدا في وقت قليل قوي في ظل مشاكل كبيره. المشكله الاولى هي التمويل. ما فيش انجازات في انا بتكلم على الانجازات الانشائيه. طبعا في انجازات بقى اللي هي الرياضيه والكلام ده كله، بس انا بتكلم عشان انا هنا حضرتك ماسك في ملف الانشاء، ملف الانشاءات. نعم. فالانجازات الانشائيه كانت ضخمه جدا في ظل وجود مشاكل متعدده. مشاكل الاولانيه اللي مشاكل التمويل. طب حضرتك دي صور فرع الشيخ زايد. ما انا هشرح لك الشيخ زايد، هقول لك بالظبط ايه اللي احنا استلمناه. نعم. وايه اللي احنا عملناه. نعم. فالمشكله الثانيه اللي بتقابلك ان انت عندك مشاكل اصلا في الانشاءات. الانشاءات ازاي؟ في الورق اللي انت بتستلمه، وهتكلم شويه عن الشيخ زايد. المشكله الاخيره اللي هي المشاكل اللي وقع فيها المجلس من اول يوم. يعني المجلس النهارده من اول يوم عليه قضيه، والقضيه جابت قضيه، بقوا 25 قضيه. يلعب ماتش كوره يتغلب تلاقي الجرايد كلها بتكتب على مجلس المهندس محمود طاهر. الراجل ما التفتش للكلام ده كله، يعني عليه قضايا وعليه مشاكل وعليه مش عارف. لكن قطار الانشاءات استمر وما وقفش. نيجي للشيخ زايد. الشيخ زايد طبعا لو رجعنا لتاريخ الشيخ زايد، الشيخ زايد الاهلي، احنا باشمهندس محمد بس في عندنا تقرير المهندس محمود طاهر و يتحدث عن الطفرة الإنشائية، نطلع نشوف ونرجع ونكمل كلام. لا شك أن النادي الأهلي أحد أعرق وأعظم الأندية، ليس في مصر فحسب بل على المستوى العالمي والقاري بكل تأكيد، ليس فقط لأنه صاحب العدد الأكبر من البطولات في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، ولكن نظرا للطفرة والتطور الإنشائي الذي يعرفه النادي منذ سنوات ومنذ عشرات السنين، ومجلس إدارة النادي الأهلي مع اختلاف أسمائه يبحث عن تطوير إنشائي مستمر وإقامة المزيد من الإنشاءات الرياضية والمباني التي تخدم الأعضاء. وكان الأمر مقتصرا على مقر النادي بالجزيرة قبل أن يتم تخصيص قطعة أرض وإنشاء مقر ثان في مدينة نصر، ثم تطور الحال لتخصيص قطعة أرض في فرع الشيخ زايد. ومنذ أيام شهد النادي الأهلي تخصيص قطعة أرض في منطقة التجمع الخامس للبدء في إجراءات بناء الفرع الرابع، مع تحركات مستمرة من المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر ومن قبله المجالس السابقة من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية وتقديم المزيد من الإنشاءات. مش
باشمهندس محمد يحيى كنا بنتكلم على الشيخ زايد. الشيخ زايد تمام. نعم. الشيخ زايد دي كانت في الاول خالص سنه 93 الاهلي حصل على قطعه ارض في الشيخ زايد مساحتها حوالي 125 فدان، دي موجوده على المحور المركزي لمدينه الشيخ زايد وعلى طريق دهشور او طريق الواحات يعني. نعم. النادي الاهلي بنى فيها سور، وبعدين سنه 2000 وكام يعني نقول 93 2003 اتسحبت الارض دي. ليه يا فندم؟ والله هو جه جواب كده كان جانا عندي صوره الجوابات دي كلها يعني ان هم ما قدروش، كان هي عاملينها حتى مش 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 ملك، دي كانت حق انتفاع. النادي الاهلي ما قدرش يدفع الفلوس المطلوبه منه في حق الانتفاع فسحبوا منه الارض دي. ف 2005 ادوا له ارض ثانيه، الارض بقى اللي موجوده فيها الشيخ زايد دي. عمل العقد في 2005 طبعا عشان احنا الان النادي الاهلي بنى السور في الارض الثانيه نفس المساحه تقريبا 130 فدان. انا كنت سمعت مره في برنامج بيقولوا ان الارض الجديده ضعف القديمه، لا هم تقريبا الاثنين متساويين في المساحه يعني. 2005 عملوا العقد بالارض الجديده، دي ارض تمليك بقى الحمد لله ملك الشيخ زايد، يشكروا طبعا للناس اللي عملوا الكلام دوت، وده انجاز لمجلس اللي كان موجود في الوقت دوت. القرار الوزاري طلع تقريبا 2007 بداوا البنى في 2012، يعني بداوا البنى في الشيخ زايد في 2012 نتيجه ان الارض كانت هتسحب. انا عايز اقول بقى اللي احنا خدناه ايه 2012 خدنا ايه، يعني في ده المنظر قبل ما تم الاستلام وبعد الاستلام. انا مش شايف ان الشاشه صغيره قوي قدامي يعني. يعني ده هنا امام حضراتكم منظر مقر الشيخ زايد، اهل الشيخ زايد قبل وبعد ما تم الاستلام. اللي احنا استلمناه عباره عن ايه، استلمنا السور كان مبني جزء منه، وده كان بيتبني على حساب جهاز مدينه الشيخ زايد. زي ما بقول لك احنا بنينا السور في الارض القديمه، وبالتالي هم كان عليهم السور في الارض الجديده كان خلصان منه حوالي 60% وكانوا بيكملوا في بقيه السور. المبنى اللي هو كان مبنى الاكاديميات اللي هو بعد كده برضو مجلس اداره السابق، انا قصدي السابق بقى اللي هو قبل مجلس الباشمهندس محمود طاهر، نعم. قرر ان هو يبقى مبنى اجتماعي اداري ويغيروا يعدلوا كل المعماري بتاعه من جوه. احنا خدنا المبنى ده مش شطب، وكان لسه يا دوبك بداوا في التعديلات ديت، مش كل التعديلات يعني، كانش مش شطب من جوه تقريبا يعني، نقدر نقول مش شطب من بره بس، ومن جوه لسه بداوا يشطبوا على خفيف فيه. كان في عقد اللي هو عقد المرافق، فكان في الخزان الارضي معمول، في ثلاث غرف كهرباء معمولين، وفي شويه مرافق معموله يعني، نقدر نقول مرافق كانت في حدود مثلا المرافق الداخليه، كل دي الداخليه 80% مثلا من المرافق. كان في عقد اللي هو عقد الملاعب، كان في ملعبين كوره، اربع ملاعب هاندبول، اربع ملاعب باسكت، اربع ملاعب كره طايره، اربع ملاعب تنس. كان المقاول بدا يعمل اعمال الحفر والتسويات فيهم، لكن طبعا حصل مشاكل، الكلام ده كله بدا هو 2012، حصل مشاكل بينه وبين النادي الاهلي، فالراجل توقف عن العمل وقال والله انا ليا عايز فلوس زياده، وعشان اعمال الحفر ديت بحوالي 2 مليون جنيه. لما جه الباشمهندس محمود طاهر فلقى حاجات، اول ما استلمنا زي ما قلت لك استلمنا كده، فاول حاجه ان المبنى لازم يشطب، بس مقاول المبنى ليه عندنا مليون جنيه. بتاع الملاعب عامل كليم ب 2 مليون جنيه، وقال لك كمان انا عايز ال 2 مليون جنيه دول ومش هقدر اكمل بالاسعار بتاعه المناقصه، لان انا وقفت النادي الاهلي وقفني عشان اشتغل تاني في 2014، لا كل الاسعار غليت، الحاجات دي كلها مستورده ومش هقدر ايه مش هقدر اشتغل، فدي ادي مشكله تانية. كان عندنا مشكله الراجل بتاع المرافق، المرافق قال انا خلصت خلاص شغلي، ولو سمحتوا مديني فلوسي، لان انا عقدي بيقول ان انا العقد بتاعي يخلص سنه بعد التسليم الابتدائي. قلت له ازاي؟ ما لازم الحاجات تشتغل عشان نعرف شو هتشتغل ولا لا، وفي مشاكل فيها ولا لا، فادي ايه ادي مشكله تانية. المشكلة الثالثة ان اصلا الشيخ زايد ما كانش فيها كهرباء، يعني ما حدش فكر من 2005 يدخل الكهرباء للايه للنادي الاهلي. طلب لما رحنا بتوع الكهرباء قال لك احنا عايزين 15 مليون جنيه تقريبا،
لغرفة الموزع الرئيسي ونوصله الكهرباء من على بعد 6 كيلو والكابلات والكلام ده كله 15 مليون جنيه. طبعا انت معكش، يبقى انت دلوقتي مطالب ادي 2 مليون جنيه عند الملاعب، مليون جنيه عند مقاول المبنى، قلنا مليون جنيه. طب كيف تم توفير كل هذه الموارد؟ انا بقول لك بس الاول بقى كل دي المشاكل حصلت طبعا عشان توفر المبالغ دي كلها. بقى انت خلاص انسى الشيخ زايد، انا على حسب حد علمي ان كان في مبالغ الشيخ زايد هم 2 مليون ونص في حساب الشيخ زايد. نعم. وكمان اللي حصل بدات الناس ترجع اشتراكات، دي بقت مشكله تانية. بقى انت مطالب النهارده، انت كان المفروض تسلم الناس دي النادي الاهلي من 2010 مثلا ولا حاجه، انت ما سلمتوش، بدات الناس ترجع اشتراكاتها. يعني حتى الاشتراكات اللي كان بتجيب عائد بدات الناس عايزه فلوسها تاني. كل دي مشاكل اتحطت قدام المهندس محمود طاهر. يعني في بعض الامور مثلا من 2010 فندم كان في ظروف سياسيه كانت صعبه. طب ما انت عندك الارض من مؤثرة. انت هل كانت مؤثره؟ القرار الوزاري طالع من 2007، ما بداتش ليه؟ كان الدنيا ارخص من كده بكتير. فبقول لك كل الحاجات دي اتحطت قدام الباشمهندس محمود طاهر من اول ما استلم. طب عايز بقى يخلصها. جينا مثلا للكهرباء، الكهرباء والغاز والصرف الصحي، راح للكهرباء قال لك طب ايه، هنحل حل ناخد وصله مؤقته تشغل الايه المرحله الاولى كلها بالكامل اللي هي اللي خلصت لحد دلوقتي. يعني بكام يا عم؟ ب 2 مليون. قال طب نحاول نوفرها، كلم الوزير نزلها لمليون و2 من عشر. فادي ايه مبلغ، يعني وفر مبلغ ضخم جدا. جينا لبتاع المرافق قلنا له لا هنديك الفلوس بتاعتك بس بعد سنه من تاريخ التشغيل. من هنا لهنا الراجل قال طب خلاص انا هوافق هخلي الفلوس بتاعتي وست شهور من تاريخ الايه التشغيل. وهو في الحقيقه قعد معانا 3 سنين من ثقته فينا. جينا لمقاول اللي بيعمل المبنى قال لا خلاص انا هشتغل معاك ومش هزود فلوس، بس الفلوس اللي ليه اخدها. حاضر هنحاول نجدولها وانت تشتغل وتخلص المبنى. جينا الراجل بتاع الملاعب قال لك لا مش هشتغل. دي كانت مشكله المشاكل. الراجل ده لو ما كانش، لو قعدنا بقى ودخلنا في قضايا كان مشروع الشيخ زايد ده ما حصلش. ايام بقى الاستاذ كامل زاهر تدخل بقى في الموضوع معانا وبدانا نعمل اجتماعات مع الراجل ده. قعدنا شهرين نتفاوض معاه لحد ما حصل بيننا وبينه تخارج رسمي. حتى ساعتها ال 2 مليون اللي كان عايزهم واحنا قاعدين في اخر مره عملنا عقد التخارج هم يا ابني 800,000 من الاخر. قال لك تديهم لي كاش دلوقتي. رحنا طلعناهم كاش وايه وخلصنا منه وجبنا مقاول تاني خلص الملاعب في 3 شهور. والملاعب بقى كمان مش من اللي احنا متفقين عليها، لا ده احنا زودنا بقى عندنا 2 ملعب كوره، واحد دولي واحد محلي. عملنا حوالين ملعب الكوره تراك مشي للاعضاء، كل الكلام ده ما كانش موجود. خدنا ملعبين من الهاندبول، عملنا ملعبين هاندبول كره يد، وعملنا ملعبين خماسي ما كانوش موجودين، خماسي للاعضاء ما كانوش موجودين. طبعا كلنا عارفين احنا بنحب نلعب كوره، الاعضاء بيحبوا يلعبوا كوره، طب يلعبوا فين؟ فعملنا لهم ملعبين خماسي، ملعبين طايره، عملنا صاله مغطاه للالعاب القتاليه الكاراتيه والجودو والحاجات اللي موجوده في النادي، ملعبين باسكت بول. بدل 4 ملاعب تنس عملنا 6 ملاعب تنس، ردمنا جزء كبير من الارض وعملنا 6 ملاعب تنس. الكلام ده كله خلص في 3 شهور. الحدائق اللي هي بقى حدائق 3 شهور تم انجاز كل هذه الملاعب، بند الملاعب خلص في 3 شهور بالظبط. طيب ملف الشيخ زايد مكتمل. انت ارى هذه الصوره كم اخذ من الوقت؟ بص المرحله اتقسمت نصين. النص الاولاني اللي هو تجهيز المبنى الاجتماعي والاداري، الملاعب، حدائق الجلوس الاعضاء، حدائق لعب الاطفال. نعم. الجراشات، يعني احنا عندنا دلوقتي اربع مناطق باركينج للسيارات، كنا مخلصين منهم 2. في المرحله الثانيه او الجزء الثاني من المرحله الاولى اللي هو مجمع حمامات السباحه، وده مجمع ضخم جدا. زودنا اماكن الباركينج لمكانين كمان، بقى عندنا دلوقتي 4 اماكن انتظار سيارات، بنستوعب 1000 عربية داخل الشيخ زايد. اماكن جديده لحدائق العائلات، اماكن جديده للعب الاطفال، تراك عجل بمخزن عجل، اماكن جديده حطيناها مش موجوده. خدت قد ايه يا فندم برضه يعني الفيس 2 بقى او المرحله الثانيه؟ فيس 2 خدت، هقول لك انا احنا بدانا سنه 2015 خلصت في مثلا نقول نص 2017. نعم. بس كان ممكن نخلص اسرع لولا موضوع القضايا. نعم. ما هو القضايا دي برضه عطلتنا. القضايا ان المجلس اتحل، قعدنا 6 شهور قبل المجلس ما اتعين تاني، مش هي ما خدتش كده بس خدت وقت من الناس. محمد يحيى، تم التواصل مع حضرتك من قبل المهندس محمود طاهر منذ انتخابه. كيف جاء بقى التواصل
قبل الانتخابات كنزول حضرتك مرشح على عضويه مجلس الاداره؟ بص، هو كلمني في تليفون قال لي يا محمد انت معانا. قلت له يا فندم فورا. الراجل ده انا اشتغلت معاه عقليه جباره من غير ما افكر. يعني طبعا انت لو انت مكاني اول حاجه تسالها طب انا نازل مع مين؟ لا انا واثق في اختياراته لانه عارف اشتغل ازاي هو والاستاذ كامل زاهر، الاستاذ عماد وحيد، محمد جمال هليل، مروان هشام، وكان الدكتور مهند معاه. نعم. عارف الناس دي اشتغلت ازاي، ست انفار بيشتغلوا شغل جامد جدا تحت ايه الاداره بتاعته هو. نعم. ففورا قلت له انا مع حضرتك. قال لي طب يا ابني مش تعرف مين قلت له لا 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 مش عايز اعرف. قال لي طب خلاص تعالى بس عندي في البيت هنجتمع وهعرفك على بقيه المجموعه. نعم. رحت بقى بقول لك انا واثق في اختيارات، ذهلت بقى من الاختيارات بتاعته. ايه اللي ازالك فندم؟ لان لقيت هو لما اتكلم معانا عامل ملفات، الراجل مش لسه هيقول برنامج، لا ده انا هشتغل على طول من داي 1 لو ربنا كتب له النجاح. الملف الاولاني هو ملف الكوره وملف الاستاد، ده جايب النهارده نائب الرئيس باشمهندس مصطفى مراد فهمي. طب هل حضرتك ليك دور هيبقى يكون لحضرتك؟ انا دوري انشائي في ملف الانشاء. في موضوع الاستاد. ملف الانشاء. نعم. لا في حاجات كتير لسه هتكلم عنها بس. نعم. انا عايز اقول لك بس القايمه الاول. نعم اتفضل. يعني القائمة الأول دكتور مصطفى مراد فهمي، ده كلنا عارفين الراجل اشتغل في الكاف، راجل اشتغل في الاتحاد الدولي، خبرة رهيبة. وتقعد معاه، أنا أول مرة أقابله في حياتي، أنا كنت أسمع عنه طبعا من الميديا يعني، لكن تقعد معاه راجل كده هادي وبسيط ويتكلم ببساطة، مخه جامد جدا. فدي أول ملف. نيجي للأستاذ كامل زاهر، ده مش محتاج تعريف، الراجل ده للأمانة هو اللي حافظ على فلوس النادي الاهلي، وهو اللي نمى موارد النادي الاهلي، وبكارد كان بيساعده في الوقت ده الاستاذ عماد وحيد. نعم. بس الاستاذ عماد وحيد طبعا ايه هو رفض ان يخش الانتخابات لانه كان تعب، وحتى قعد نتحايل عليه ما رضيش وقال لك لا انا خلاص. يعني حضرتك شايف ان الاستاذ كامل زاهر من ابرز العناصر اللي موجوده؟ انا بقول في انا بقى رايي الشخصي. نعم. من اعظم امناء الصندوق اللي جم النادي الاهلي. نعم. بالامانه الراجل اولا كان بيشتغل، ساب شغله وقعد في النادي طول النهار، ودي حاجه بيعيبوها، يقول لك ازاي يخش تنفيذ ايه؟ ده هو اللي شال النادي الاهلي في الامور الماليه. نعم. للامانه يعني ادي ملف. تيجي بعد كده ملف. نعم. الاعلام. نعم. احنا عندنا مشكله في الاعلام في النادي الاهلي. ايه هي يا فندم؟ انا ما بفهمش في الاعلام. يعني عشان اقول لك ايه هي انا ما بفهمش، بس الاعلام النادي الاهلي مش عارفين، يعني مثلا ناس كتيره بتهاجم النادي الاهلي مش عارفين نرد. نعم. يعني احنا عندنا قناه النادي الاهلي، احنا بنرد يا فندم. ما انا فاهم بس برضو ايه برد احنا بنترد عليها يعني بهدوء. احنا فندم برضو عندنا اخلاق وقيم النادي الاهلي. ده بس برضو. نعم. فايه جاب ملف الاعلام، مش اعلام بس كمان، اعلامي وثقافي. يعني كان النادي الاهلي زمان واحنا صغيرين كنا نيجي نتفرج مثلا ما يحصل فيلم يتعرض في السوق، كنا نشوف ابطاله عندنا بيتعمل لهم ندوه. نعم. مسلسل بيتعمل لهم اللي هو الملف التثقيفي، يتعمل معرض كتاب، يتعمل ندوات يحضر فيها كتاب. فهو ده دور الاستاذ حمدي الكنيسي، وده دور يعني برضه مش موجود عندنا دلوقتي قوي. يعني الملف اللي بعد كده لقيت الدكتور هاني سريع الدين، يا نهار ابيض، راجل كان رئيس هيئه سوق المال، راجل يعني هو قانوني واقتصادي في نفس الوقت، فده هيشيل حاجات كتير قوي. يعني نيجي بعد كده الدكتور خالد حبيب، ده كلكم بتسمعوه في الراديو، راجل اصلا شغلته مش كمان الشباب والكلام اللي بيتكلموا على الشباب، لا ده شغلته اللي هو اللي بيسموها هيكله الشركات وهيكله الوزارات وهيكله، فجاي عشان موضوع الهيكله وموضوع الشباب. نيجي بعد كده الدكتور ايهاب ماضي، ملف الطبي، عندنا مشكله في الملف الطبي، ودي قالها الباشمهندس محمود طاهر كتير، جاي عشان الملف الطبي وعشان الاعضاء. عندنا محمد جمال هليل، ده بقى خد وظيفه جديده او يعني ملف جديد. احنا عندنا مشكله موجوده دلوقتي، وده حسيتها انا ما كنتش حاسسها طبعا، ما كانش الكلام ده دوري، بس من لف حوالين الاعضاء والندوات اللي بتعمل ان احنا عندنا مشكله في توصيل شكوى العضو للمجلس الاداره، ان شكوى العضو لازم تمشي عن طريق الادارات التنفيذيه. والله لو هي مشكله رياضيه بتروح النشاط الرياضي، النشاط الرياضي المدير التنفيذي بتاع مجلس الاداره، لو هي مشكله تتعلق بالاعضاء بتروح المدير التنفيذي وهكذا. فمحمد جمال ولايه جاي النهارده في اليه على طول دايركت، العضو بيقدم شكوته في الشانلز اللي هي الرسميه، لكن في نفس الوقت بتروح لايه؟ لعضو مجلس اداره وبتدي يتابعها ويشوف هتتحل ولا لا. عندنا بعد كده الشباب اللي موجودين، عندنا مروان هشام ده ملوش حل يعني، وهو صغير انا شفته
بحكم قرب المجلس الإدارة ان هو بيطور ازاي الالعاب الجماعية وناخد البطولات اللي احنا خدناها. احنا واخدين 3 بطولات قارية في سنة واحدة، وده انجاز لا هيتحقق تاني في بلد ولا عندنا هنا ولا في النادي الاهلي يمكن، يعني ان شاء الله يتحقق. بس قصدي اقول يعني ده انجاز، ده هشام مروان اللي وراه، فده مسؤول عن ملف الرياضة اللي هي الجماعية. يعني عندنا بعد كده شيرين دي يا نهار ابيض شعلة نشاط وتتحرك هنا وهنا، واخده ملفات جامدة جدا، ملف المرأة، ملف ذوي الاعتياجات الخاصة، ده لوحده يعني عبء جامد جدا ذوي الاحتياجات الخاصة. حضرتك شايف المنافسة هتكون قوية مع اخر واحد بس اقوله بس عشان كابتن طيار احمد مصطفى، ده اخر واحد، ده هيبقى ماسك الشباب، راجل هادي ضيف برضه نفس الكلام. فدي لقيت ملفات كتيرة جدا، لقيت ناس انبسطت جدا اكتر، يعني روحت مبسوط ان الباشمهندس محمود طاهر اختارني ابقى عضو في مجلس الإدارة. مع ان انا كده سواء ما اختارنيش في معاه وهو ربنا يعني كتب له النجاح، ما انا معاه كده في الملف الانشائي اللي جاي ان شاء الله. طيب حضرتك شايف المنافسه هتكون قويه مع المرشحين الاخرين؟ هي منافسه قويه من ساعه ما احنا شفناها بين الكابتن صالح سليم الله يرحمه والفريق محسن مرتجي، كانت منافسه قويه برضو، بس كان مش موجود اللي احنا بنشوفه الوقت دوت، ان قايمه تهاجم قايمه. احنا يعني الحمد لله التعليمات الباشمهندس محمود طاهر للقايمه بتاعتنا ان ما حدش يرد ولا يدافع، بس في هجوم شنيع. طب هل حضرتك شايف هذه المنافسه في صالح النادي الاهلي؟ بص، اي حد من ولاد النادي الاهلي سواء في القايمه دي في القايمه دي هيمسك، هو هينصهر في لمصلحه النادي الاهلي، لان الجمعيه العموميه، خلي بالك الجمعيه العموميه جمعيه مش بتاع النادي الاهلي، مش جمعيه كده بتنساق بالعواطف، لا دي جمعيه عاقله جدا واختيارها هيكون لصالح النادي الاهلي. هل الجمعيه العموميه لمست الدور الانشائي في الفتره الماضيه؟ اكيد طبعا، يعني هي احنا جينا في فتره زي ما قلت لحضرتك، انا ما كملش، انا قلت الشيخ زايد بس الوقت، انا عايز اكمل لك بقيه الحاجات يعني لو عشان كده سالت سؤال. اقدر اكمل مثلا نيجي مثلا في الجزيره، زي ما قلت لحضرتك في الجزيره كان اهم مشروع عندنا المبنى الاداري، برضه لما مسكنا المبنى الاداري، المبنى الاداري اللي قلت لك تاريخه قعد 8 سنين واقف كده بالمنظر دوت، ليه الله اعلم. وكان احنا استلمناه هيكل خرساني وكان في شويه حوائط مبنيه. احنا طبعا اول حاجه عملناها ان احنا عدلنا كل المعماري بتاعه من جوه، كان عندنا مشكله كبيره برضو مع المقاول، بس الحمد لله برضو مش هقول ايه المشاكل دي لان مش عايزين نرجع للماضي. هتبقى مثلا مشاكل فنيه؟ لا، مشاكل تعاقديه والمهم حليناه برضو، اتحلت المشكله يعني. وايه وانطلقنا برضو لقينا كذا مشكله تانية ان مقايسه المناقصه بتاع التكييف ما اتعملتش. طب ازاي هبني المبنى ده كله واشطبه وانا ما عملتش مناقصه تكييف؟ بسرعه اتعملت مناقصه تكييف وجبنا مقاول تكييف، وقلنا له الشرط بتاعنا انه يخلص في 3 شهور، يعني 3 شهور لازم يخلص التكييف ونعمل كورنيشن بينه وبين المقاول الرئيسي. جينا نفكر بعد كده طيب عايزين الكهرباء هتيجي منين؟ لقينا ما عندناش كهرباء. تاني زي الشيخ زايد برضه كهرباء جوه الجزيره مفيش؟ مفيش، لا مفيش مصدر كهرباء للمبنى ده. رحنا لبتوع الكهرباء قال لك لازم تعمله موزع. تكلفته كام الموزع ده؟ 1,000,000 جنيه. اتدفع على طول 1,000,000 جنيه فورا، واتبنى الموزع اللي هو يغذي المبنى ده. قالت لي عندنا مشكله مع الدفاع المدني، قال لك لا ده لازم يكون في محطه حريق. طب ما مش مصممه. المهم وجدنا لها مكان وصممنا محطه حريق، كلفت برضه فوق 1,000,000 جنيه. المشاكل دي وانطلقنا وشفت المبنى كله بالمنظر ده. المبنى ده اصلا كان مبنى فيه دور كامل ملاعب سكواش، كان ملاعب السكواش دي 3 دولي و5 محلي. مجلس الإدارة فاوض المقاول وخلينا 8 محلي بنفس 8 دولي بنفس الثمن. والثمانية دولي دول جه الاتحاد الدولي للسكواش، جه مصر هنا واعتمدهم لان كان هيتلعب عليهم كاس العالم في الوقت دوت بعد الافتتاح على طول، بس حصل مشكله في تونس ارهابيه كده قال لك لا مش هنجيب الدوره في الشرق الاوسط. المبنى ده برضو المكاتب الاداريه بتاعته اتوزعت بطريقه علميه جدا وبقت زي ما شفناها النهارده. ما اعرفش حضرتك رحت المبنى؟ لا رحت فندم. المكاتب الاداريه رحت. كلها كل مكتب موجود فيه الناس بتوعه. دور البدروم دوت بقى كان عباره عن مخازن. نعم. فكنت انا مع الاستاذ محمود علام وقتها كان هو المدير التنفيذي، فقلت له يا محمود بيه دلوقتي هم عاملين الدور تحت ده مخازن،
مش حرام مبنى بالحلاوه دي والجمال ده يبقى كل ده مخازن؟ قال لي مخازن ايه؟ تعالى يا ابني هات هات اللوح وتعالى. انا عايز الراجل ده كان ليه دور كبير جدا في الموضوع ده. هنعمل جيم رجال، جيم سيدات باوض لبس رجال وسيدات، وهنعمل جيم للفرق الرياضيه. نعم. وهنعمل عياده طبيه على احدث مستوى رياضي، وهنعمل ساونا وجاكوزي وستيم روم. قلت له احنا من حقنا نعمل؟ قال لي اه هنعمل، وجبنا وخططنا وعملنا وطلع المبنى زي ما انت شفته بالمنظر ده. هو امام حضراتنا على الصوره وعلى الشاشه الصور من مقر اهلي الجزيره واضحه للجميع. هل ابرز ما جاء في تطوير مقر النادي الاهلي بالجزيره، هل كانت المبنى الاداري؟ المبنى الاداري واماكن، اماكن اللي هي مكان حديقه الالعاب الاطفال اللي احنا طورناها، اللي هي ورا صالح سليم، يعني ورا تمثال صالح سليم دي طورناها. حتى اللعب كلها لما المجلس تدخل جبنا لعب غالي قوي من ايطاليا، واللي ليها مميزات معينه ان الحديد بتاعها ما بيسخنش، الناس ما تتعورش منها. حتى عملنا الارضيات بتاعت الحدائق دي رابر. طب بالنسبه لفرع مدينه نصر يا فندم، ماذا تم فيه؟ فرع مدينه نصر. نعم. اهلي مدينه نصر. اهلي مدينه نصر اول حاجه اتعملت فورا اللي هي الحدائق لعب الاطفال، اماكن حدائق لعب الاطفال واماكن جلوس الاعضاء، اللي هي طورنا الاريا دي كلها باماكن كمان المنافذ بيع المأكولات والمشروبات والكلام ده كله، اللي هي طورنا مسميناها احنا حتى كان مسمينها في المشروع ده المنطقه الاستثماريه. دي اتعملت برضو في وقت القياس، اتعملت على يعني حاجه جميله جدا يعني. مدينه نصر عملنا ثلاث ملاعب خماسي الاعضاء نجيل صناعي، كان الاول الاعضاء بيلعبوا على نعم على حمرة. دي يا فندم الحديقه اللي حضرتك بتتحدث عنها؟ مش شايف بس من التلفزيون صغير. لاعب الاطفال اهي، حتى لما اتكلمنا مع الناس في ايطاليا حطوا لنا اللوجو بتاع علامه النادي الاهلي على اللاعب. يعني دي جايه مش احنا اللي حطينا اللوجو ده، اللوجو ده هو اللاعب دي بتتصنع، يعني هي جايه مصنعه بهذا الشكل، مصنعه من ايطاليا باللوجو دوت. نعم. عملنا ثلاث ملاعب خماسي الاعضاء. ملاعب التنس اتنقلت من مكان اللي هو فوق كان على المستوى العالي اللي جنب حديقه الاعضاء، نزلناها تحت في الملاعب الخماسي القديمه الحمراء، وعملنا تسع ملاعب تنس يعني على مستوى عالي جدا، ومبنى للتنس صغير كده، الغرف خلع الملابس والحكام والاداريين. استاذ محمد، حضرتك تحدثت على العديد من الانشاءات في الفتره الزمنيه منذ قدوم مهندس محمود طاهر. تمام. ما هو الجديد في المرحله المقبله للنادي الاهلي في حاله فوز قائمه المهندس؟ خطه الباشمهندس محمود طاهر للمرحله المستقبليه انشاءات بحوالي مليار جنيه. مليار جنيه عباره عن ايه يا فندم؟ اول حاجه في الشيخ زايد هيبقى في خطه بحوالي 200 مليون جنيه. نعم. 200 مليون جنيه دول اللي هم هنعمل مبنى اجتماعي على مستوى عالي جدا في احلى مكان موجود في الارض، الارض فيها فرق مناسيب حوالي 30 متر. هنحطه في اعلى منطقه في الارض بحيث انه يكشف كل النادي كله. هنعمل حمامات سباحه جديده، هنعمل حمام سباحه اولمبي، هنعمل حمام غطس، حمام غطس، ده هيبقى جزء ده للفرق، ومجمع الحمامات الموجود دلوقتي اللي هيبقى اعضاء، لان انت لا تتخيل مع ان احنا في الشيخ زايد عاملين حمام للاعضاء وحمام للفرق، لكن الفرق بقت كبيره جدا لدرجه ان هم دخلوا على حمام الاعضاء كمان من كتر كميه الناس اللي هي بتشترك في الشيخ زايد دلوقتي. فلازم نعمل حمامات جديده. الشيخ زايد برضو هنعمل ملاعب، الشيخ زايد هنعمل ملاعب سكواش، هنعمل ملاعب العاب قوه، هنعمل ملاعب تنس جديد. ده تقريبا الخطه اللي هي بتاعه الشيخ زايد، وبرضو حدائق اطفال واماكن جلوس اعضاء في الشيخ زايد. في مدينه نصر الخطه يعني اول حاجه هنحطها في اعتبارنا هو الباركنج، جراج. عندهم مشكله في موضوع الباركنج، يعني بقول لك في الشيخ زايد 1000 عربيه بتخش جوه النادي وعندنا مشكله، فهنضطر نعمل اماكن جديده للباركنج، بس عندنا الارض تسمح بكده. في مدينه نصر مفيش الارض ديت، الارض دي موجود عليها دلوقتي العاب القوه، فلازم نعمل حاجه تحت الارض. احنا حاولنا لما كنا الفتره اللي فاتت رحنا لرئيس الحي، قال لا لو عايزين تعملوا باركنج محدش هيخش من طريق النصر خالص،
فهنحاول معاه الوقت ان احنا نخش من الطريق اللي هو اللي بعد شارع حسن مأمون اللي هو الشارع الثاني ونعمل باركينج تحت الارض. ده اول حاجه لازم يا فندم. باركينج تحت الارض ده مش محتاجه العديد من الدعم يعني؟ هيبقى مكلف. مكلف طبعا جدا، مش قل عن 100 مليون جنيه الباركينج تحت الارض ده. بس باشمهندس محمود طاهر وعد انه هيحاول حتى ممكن نعمله على مراحل ونبتدي، بس لازم ده اول حاجه هنعملها ان شاء الله. يعني اول حاجه ان شاء الله ربنا كتب لنا النجاح ان احنا هنخاطب الجهات المعنيه عشان ناخد التصاريح ديت ونشتغل. طيب فرع التجمع الخامس لا، بس لسه في مدينه نصر لسه في حاجات تانية كتير قوي. مدينه نصر لسه تطوير المبنى الاجتماعي، الاسوار، البوابات، هنطور المنطقه بتاع ملاعب التنس القديمه دي، هتبقى اماكن جلوس للاعضاء بمطاعم بصالونات مكيفه للاعضاء، كل المنطقه دي هتتطور. طب حضرتك بتكلمني في مشاريع يعني تحتاج العديد من الاموال، هل هيتم توفير هذا المبلغ او المقابل المادي لكل هذه الانشاءات؟ طبعا. هو دلوقتي لسه ما قلتلكش وين الجزيره هيتعمل فيها ايه. الجزيره برضه هيتعمل فيها شغل جامد جدا. يعني الجزيره احنا عندنا مشكله، ما فيش ارض طبعا. الجزيره محتاجه برضه باركينج، بس ما فيش مكان تعمل فيه باركينج، والباركينج هناك هيبقى مكلف لان انت اول ما بتحفر بتلاقي منسوب المياه الجوفيه، والمساحه الحاجات المساحات اللي موجوده صغيره جدا، فتبقى تكلفه عاليه قوي ومش هتستفيد بالكلام ده كله. ففي فكره قالها برضو الباشمهندس محمود وبدا يدرسها الوقت وان شاء الله هتطبق، ان هو هيروح الجراشات القريبه مننا ويأجر اماكن معينه فيها للاعضاء، يعني مثلا جراش التحرير، جراش عمر مكرم، الجراشات دي، ويعمل زي شاتل باص ياخد الاعضاء كل ربع ساعه من عند الجراشات دي يجيهم من النادي الاهلي وفي نفس الوقت يرجعهم تاني. يبقى دي فكره برضو، زائد الجراش بتاع الاوبرا اللي موجود، ما في بيننا وبينهم اتفاق برضه. نعم. دي الفكره المتاحه بالنسبه لموضوع الباركينج في الجزيره، وربنا يوفقنا ليها. طيب عايز اتكلم مع حضرتك على فرع التجمع الخامس وايضا الاستاد. التجمع الخامس احنا الحمد لله الحمد لله اشترينا الارض ودفعنا الدفعه المقدمه والمصاريف الاداريه حوالي 70 مليون جنيه، دول متدفعوا خلاص. وفي نفس الوقت احنا مش اشترينا الارض وسكتنا، لا، اشترينا الارض وبدانا في عمل المخطط العام والقرار الوزاري، وبيتراجع الوقت القرار الوزاري الاستشاري بتاعنا بيراجع القرار الوزاري مع هيئه المجتمعات العمرانيه، وطالبين مننا شويه بيانات نكملها، بنكملها اليومين دول وهنسلمها. احنا هنعمل ملف التجمع ده بالكامل ونسلمه للمجلس اللي جاي. احنا جينا الحمد لله هنكمل القائمة الثانية ربنا وفقها وجت، اتفضلوا ادي الملفات وكملوا زي ما احنا كملنا برضه على الشيخ زايد، هم هيكملوا على التجمع لو ربنا كتب لهم النجاح ان شاء الله، او كتب لنا النجاح ان شاء الله. يعني في الاخر احنا اولاد النادي الاهلي. يعني في الاخر حضرتك تقصد ان كل ما تم من انشائه هو كله للنادي الاهلي وليس لافراد. طبعا طبعا كله هيروح لهم ملف بالكامل، واحنا لحد النهارده لسه بنعمل منشآت في النادي الاهلي. هنقف ليه؟ يعني حتى الباشمهندس محمود انا جيت سالته مره بقول له الله في حاجه اسمها فتره الريبه في الانتخابات، قال لي احنا يا ابني ما احنا موجودين كمل هنشتغل خلص. يعني في مبنى ان شاء الله نخلصه كمان يومين ثلاثه جوه الجزيره ان شاء الله. طيب هل في مشاريع يا فندم قوميه هيخش فيها النادي الاهلي؟ لا لحد دلوقتي هم قلت لك انا ايه، هنطور الثلاث فروع اللي موجودين، الفرع الرابع اللي هو بتاع التجمع هنبتدي نشتغل فيه المرحله الاولى وبعدين المرحله الثانيه، وبنحاول المرحله الأولى نفتحها إن شاء الله في خلال أنا متخيل يعني ماكسيمم 24 شهر إن شاء الله يكون عندنا نادي في التجمع إن شاء الله. حضرتك ليك دور في العاصمة الإدارية؟ لا أنا استشاري الشركات بتشتغل في العاصمة الإدارية. نعم. يعني أنا مش استشاري الدولة. نعم. أنا استشاري المقاولين اللي بيشتغلوا في العاصمة الإدارية، استشاري حوالي 10 مقاولين هناك بيشتغلوا. ومن قبل هذا تم ترشيحك يعني من قبل المهندس محمود طاهر لأخذ ملف الإنشاءات يعني عشان لا ما أظنش، هو طبعا أنا عندي سي في قوية جدا طبعا يعني، بس لا أنا أعرف الأستاذ كامل زاهر والأستاذ عماد وحيد، أعرف الباشمهندس محمود طاهر كان من على بعيد قوي كده في الأول يعني. هما اللي عرفوني عليه وقالوا احنا محمد ده متربي معانا يعني وبنثق فيه وهو اللي يتولى الملف الانشائي. استاذ محمد انا كعضو جمعيه عموميه لماذا اعطي صوتي للباشمهندس محمد يحيى؟ انا؟ انا بالنسبه لي عشان تبقى عارف سعادتك يعني انا اهم حاجه عندي للنادي الاهلي ان في ثلاث اشخاص لازم يكسبوا. ده اهم حاجه. باشمهندس محمود طاهر، باشمهندس مصطفى مراد نائب الرئيس، استاذ كامل زاهر امين الصندوق. الثلاثه دول اي مجموعه معاهم سواء من القايمه دي من القايمه دي من المستقلين النادي الاهلي ده هيتنقل نقله ثانيه خالص.
طبعا لو احنا بتاعتنا كلها كذبه كذبت بالكامل النادي الاهلي هيتنقل نفس النقله، لان هو ده النادي الاهلي وهم دول اولاد النادي الاهلي. فانا بالنسبه لي اهم حاجه عندي الثلاث دول ينجحوا، مش لازم انجح انا بس الثلاثه دول ينجحوا. باشمهندس محمود طاهر كرئيس للنادي الاهلي. طيب انا هسال حضرتك السؤال بشكل اخر. طيب انا كعضو جماعه عموميه لماذا اعطي صوتي للمهندس محمود طاهر؟ والله انت النهارده عندك واحد اشتغل وانجز على جميع الاصعده في الفتره اللي هو قعدها، طب ما ادلوش صوتي ليه؟ ما هو لسه وعنده ملفات لسه هيكملها. اجرب ليه؟ اجرب ليه؟ ما هو الراجل موجود وشغال. انا بفكر كعضو جمعيه عموميه مش كمحمد يحيى يعني. طيب باشمهندس محمد، حينما عرض ماكيت استاد النادي الاهلي والصراحه دخلنا في احلام والكل يحلم، كل اهلاوي على مش هقول بس على مدار جمهوريه مصر العربيه، على مدار العالم الكل يحلم بان يكون في استاد خاص للنادي الاهلي كاسوه بالانديه الكبيره في العالم، سانتياغو برنابيو في ريال مدريد، كامب ناو في برشلونه، اولد ترافورد في مانشستر يونايتد، الكل يحلم بهذا الحلم. هل عرض ماكيت استاد النادي الاهلي هل هو كان مجرد ماكيت للعرض فقط ام هو فعلا مشروع على ارض الواقع؟ لا بص انا مش انفولفد يعني مش داخل هذا المشروع بالكامل يعني. المشروع ده زي ما بقول لك دلوقتي هو مشروع ضخم جدا وحلمنا كلنا كاهلاويه، جمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي الحالي باشمهندس محمود طاهر. انا فاكر ان هو بعد المؤتمر الاقتصادي جولنا مجموعه حوالي 15 اجنبي من المانيا، كان كلهم معظمهم المانيا، جم زاروا الموقع بتاع الشيخ زايد واتلفيت انا معاهم واتفرجنا على موقع الشيخ زايد وقلت لهم هو ده موقع الاستاد. طبعا انبهروا جدا بالموقع لان موقع ضخم جدا. مساحته قد ايه؟ هو الاستاد هياخد حوالي، احنا كنا حاطين له في الاول حوالي من 35 ل 40 فدان، لا بالحاجات اللي هم اتعرضت دي هيوصل ل 60 فدان. 60 فدان. ان هو مش استاد يا جماعه، هو استاد بمرافق حواليه اكاديميه الكوره، ودي حاجه جديده للنادي الاهلي. اكاديميه الكوره دي هتفرغ لعيبه النادي الاهلي، ولو كمان اللعيبه دي تقدر تسوقها بره، ما كله فكره تسويق. نعم. هتجيب لك فلوس وعائد ليك في كل انديه العالم، وتطور كمان ده تطوير المنتخب اصلا كمان يعني. النهارده ما يبقى كل لعيبتنا محترفين حاجه حلوه قوي يعني. نعم. وكمان معاه متحف النادي الاهلي، فكل الكلام ده النهارده بيتبلور وهيتحط على اللوحات التنفيذيه عشان نقدر نعمل تعديل للقرار الوزاري. نعم. وبالتالي نقدر ايه، اول ما نعدل القرار الوزاري نبتدي نطلب بقى التراخيص، او انس طلبنا التراخيص نقدر نشتغل على طول. طبعا العمليه مش بسيطه قوي زي ما انا بقوله كده على طول، اللي هي مشروع ضخم جدا هيتطلب مجهود جامد جدا يعني. انت الباشمهندس محمود طاهر بقى له سنتين بيدرس، قعد يلف عشان يشوف مين احسن شركه تعمل له التصميم المبدئي للاستاد اللي اتعمل دوت بالفكره اللي هي الاجنحه والاكاديميه والبتاع دوت. جبنا اكبر مكتب الماني بيشتغل في اكبر شركه الماني بيشتغل في الكلام ده، اللي هي تقريبا عامله 8 استادات من 12 استاد بتوع قطر في كاس العالم 2022. جاب احسن مكتب فرنساوي في عمل دراسات الجدول للاستادات. جايب شركه في الاعداد ازاي التمويل هيجي. فمش مسألة هو مجرد دعايه انتخابيه، ولا كما ذكرت حضرتك ان ده بيفعل يعني يفعل من اجل النادي الاهلي؟ انا شفته بعد المؤتمر الاقتصادي، شفت الاجانب موجودين في الارض عندنا. وعلى مدار السنتين دول انا شفت الاستاذ كامل زاهر سافر اكتر من بره، والباشمهندس محمود برضو سافر مره حاجه زي كده، لان العمليه دي مش في يوم وليله. هو خلي بالك ان هو كان لسه يعني مجلسهم لسه لحد شهر يعني 31/3/2018، يعني لسه قدامه كمان 5 شهور، فيعني كان ممكن يعلن في ال5 شهور دول يعني. فهو اعلن اللي عمله دوت، وزي ما قلت لك الملف ده كله موجود، اللي هيجي ان شاء الله يمسك النادي الاهلي هياخد سواء الباشمهندس محمود طاهر سواء الباشمهندس كابتن محمود الخطيب هياخد الملف ده ويكمله. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش خناقه، مش نطلع نقول المهندس محمود طاهر ما بيعرفش يدير عشان كذا وكذا وكذا، المهندس محمود طاهر فاشل وضيع حبه النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر ضيع قيم مبادئ وقيم ومبادئ النادي الاهلي. ايه ده؟ هل الكلام ده واقعي يا فندم؟ لا طبعا مش واقعي طبعا. يا ريت هو لو عمل كل الكلام ده والنادي الاهلي في الحاله اللي هو فيه ديت، امال لو بقى حافظ على الكلام ده يبقى النادي الاهلي مش ممكن يعني. طيب هل تشعر باشمهندس محمد يحيى عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي مختلف، لانه
ليس فقط يذهب إلى الإنشاءات ولكن يذهب إلى الريادة في كل شيء، تفوق رياضي وتفوق في الملف الإنشائي وملف الثقافي كل الملفات. هل ترى قائمة المهندس محمود طاهر تؤدي هذا الغرض لعضو الجمعية العمومية؟ أنا بقول من مكاني هنا للأمانة، قائمة الباشمهندس محمود طاهر هتنقل النادي الأهلي نقلة تانية خالص، هتشوفوا نادي الأهلي تاني خالص. النادي الأهلي يبقى أحسن نادي في مصر، وده أنا بقوله على مسؤوليتي. أنا مشترك في نوادي كتيرة، لا النادي الأهلي النهاردة تخش قلبك ينشرح كده لما تخش فيه، الزرع والأماكن الجلوس والحمامات، الملابس، غرف تغيير الملابس. النهاردة بقى النادي الأهلي بقى ليه تيمة، خش غرف تغيير الملابس في كل الثلاث فروع اللي موجودين الوقت هتلاقيها تيبيكال احمر في ابيض في اسود. خلاص بقى هو، ودي كانت فكرته هو، قال لك انا عايز نموذج يتعمل بالمنظر ده، عجبه جدا، قال هو ده اللي هيتعمم على كل احنا نسينا احنا بنتكلم كمان منتجع مرسى مطروح. منتجع مرسى مطروح ده احنا استلمناه، اولا اللي عمل منتجع مرسى مطروح، انا عمري ما رحت مرسى مطروح غير السنه اللي فاتت. منتجع مرسى مطروح ده اللي عمله عبقري، اللي انشأه خلاص في الفترة اللي هي كان فيها مجلس ادارة موجود، عبقري هاي، بس اهمل درجة ان اللسقف كلها كان بتجيب مي. يعني حضرتك برضو بتذكر ما فعله المجلس السابق، بقولك عبقري اللي عمل المكان ده، عبقري، ده اوتيل مش منتجع. اللسقف كلها بتجيب مي، البنية التحتية كلها في حالة سيئة لدرجة ان يعني العلب الكهرباء بتخش فيها المي، المبنى ما كانش فيه التراس اللي فوق. طب ايه ابرز ما تم انجازه في منتجع مصر مرسى مطروح؟ اولا جددت كل الصيانه كلها، اتعملت بالكامل لكل الغرف، الغرف بقى فيها، الغرف بقى كلها مكيفه وفيها تلفزيون وتليفون، كل الكلام ده جديد. المبنى اللي هو اللي في النص اللي فيه المطعم بقى فيه اسانسير، اتعمل اسانسير لكبار السن يطلعهم لدور المطعم. عملنا دور في التراس فوق، دور تقعد فيه بالليل، حاجه الهواء يعني يشرح القلب، زائد معمول فيه سينما بيتعرض عليها اذا كان في ماتشات، في افلام، الكلام ده كله، واماكن جلوس للرواد اللي موجودين يعني. لا اتنقل طبعا يعني جددناه بالكامل، كل ده ب 12 مليون جنيه اظن الفتره اللي هي اتصرف عليه يعني. الحاجه الوحيده اللي هتتعمل في مرسى مطروح عايزين نعملها اللي هو تكييف المطعم بس، مش اكتر من كده. لكن المكان تحفه بتاع مرسى مطروح يعني. الباشمهندس محمد يحيى المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، حضرتك شرفتنا ونورتنا في قناة النادي الأهلي، هل في حاجة تانية حضرتك حابب توجهها للجمعية العمومية؟ لا، الجمعية العمومية ذكية بما فيه الكفاية وهتختار الاختيار السليم، والاختيار الجمعية العمومية هنحترمه. أي حد هيمسك احنا تحت أمره ان احنا نساعده. هل حضرتك جاهز للعمل مع قائمة أخرى في حالة فوزها؟ أنا بعمل النادي الأهلي مش قوائم، النادي الأهلي زي الباشمهندس محمود طاهر ما بيشتغل للنادي الأهلي، هو الباشمهندس محمود طاهر بيشتغل لنفسه، بيشتغل للنادي الأهلي. أستاذ كامل زاهر بيشتغل للنادي الأهلي، أستاذ عماد وحيد، أستاذ مهند، أستاذ محمد جمال هليل، مروان هشام، كل دول بيشتغلوا للنادي الأهلي. استاذ محمد او باشمهندس محمد يحيى شرفتنا ونورتنا، اشكر حضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم. الله يخليك، شكرا يا فندم. كده بينتهي حوارنا في هذا اليوم مع مرشحينا وضيوفنا الكبار، تحدثنا عن الكثير من الامور. غدا تستمر الحوارات مع مرشحي النادي الاهلي وانتخاباته القادمه. انتظرونا دائما وابدا في الاهلي ينتخب والاهلي فوق الجميع.